اهلا بحضراتكم جماهير النادي الاهلي العاشقه في كل مكان، جماهير النادي الاهلي اللي دايما حماه، وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل جمهورنا ومتابعي الاهلي خط احمر. جمهور الاهلي هو سر الكيان. هو اعظم شيء في الكيان جمهور النادي الاهلي، هو اللي بيكتب الدستور الغير مكتوب بالافعال وبالتصرفات. ودي كانت لقطات بعد مباراة اتهزم فيها النادي الأهلي في كرة اليد في بطولة سوبر جلوب في المباراة النصف نهائية أمام طبعا فريق ماجد برج، الفريق اللي هو حامل لقب البطولة وبطل العالم. الحقيقة على الحلوة والمرة معاه، مش بس شعارات، على الحلوة والمرة معاه ده اللي احنا شفناه، إن ده فريق مهزوم وجماهير مقفلة الصالة بالكامل وكالعادة. وبنشكر طبعا اللجنة المنظمة للبطولة في السعودية والدكتور محمد سراج اللي قام بدور كبير جدا مع الجماهير في اننا نلعب بساعة كاملة. الجماهير بعد الهزيمة بتقول عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني. هي دي جماهير النادي الاهلي اللي وحشانا وحشانا بشكل كبير جدا تكون ممتلئ بها استاد القاهرة او اي استاد في مصر. نتمنى ان شاء الله يكون في ساعة الجماهير في كرة القدم ايضا ساعة كاملة، ونشوف جماهير النادي الاهلي اللي على الحلوة والمرة معاه، وبتقدر جدا الفريق اللي يقدر يأدي. القصة مش قصة نتائج، القصة قصة انت بتلعب بروح الفانيلا الحمراء ولا لا. ده اللي حصل بالفعل، وكان يعني يا فارس ملحمة كبيرة جدا في السعودية. بس قبل ما نتكلم في الملحمة، معانا الدكتور محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس بعثة النادي الاهلي في المملكة العربية السعودية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بيك يا فارس، تحياتي ليك. اهلا بيك يا دكتور، مجهود عظيم للامانه. يعني مبدئيا فارس الحمد لله، والله الحمد لله. مبدئيا هارد لك طبعا على الهزيمه النهارده، ولكن الانجاز بالتاكيد ان انت في 12 فريق من افضل انديه العالم بنصل للنصف النهائي في، مش عايز اقول مفاجاه، ولكن هي دي، هو ده النادي الاهلي وده الايمان بتشجيع النادي الاهلي. فطبعا النهارده هارد لك على الهزيمه، ولكن قول لي يا دكتور يعني حطنا في الصوره، التعامل مع اللجنه المنظمه، جماهير النادي الاهلي، والتسهيلات الكبيره اللي حضرتك عملتها خلال البطوله بالكامل عشان يكون جماهير النادي الاهلي بالساعه الكامله، وردود افعال اللاعبين نفسهم النهارده بعد الهزيمه واستعدادهم لمباراه الثالث والرابع. والله تمام، وزي طبعا ما انت شرحت كده، الحمد لله اللعيبه يعني عملوا انجاز طيب. اكيد طبعا احنا كنادي اهلي دايما بنامل نكون في المقدمه وفي مراكز البلاو، وبنصعد البلاو لو ما كانش البطوله اتحرك على مستوى ده، بنبص على ميداليه، واحنا لسه بنبص في ميداليه يعني بكره ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الاجواء اللي احنا كنا فيها قبل ما نيجي البطوله كانت اجواء صعبه شويه، نفس ده يمكن كانت عارفه ده، ما حبيتش اتكلم فيه يمكن قبل البطوله، لان ما بقاش فيه اي طاقه سلبيه لاي جماهير او لعيبه، لكن طبعا قد يقدم ما عندهم يعني مع تخيل البطوله، تجهيز جهاز فني، التباطؤ، عناصر الاساسيه للاعبين، كان طبعا الحاله النفسيه ما كانتش افضل حاجه بعد فتره افريقيا، فكان عوامل كتير عامله تاثير سلبي على الفرقه، لكن الحمد لله يعني قدروا يراجعوا اختياراتهم الكلام ده بسرعه، وبداوا يخشوا في اجواء البطوله، وبداوا يبقوا معروف قوي جدا، وبداوا فرص كتيره، ووصلوا المربع الذهبي طبعا في 12 فريق يحصل ليهم، يحصل الجهاز الفني التجاري طبعا، حصل كل المنظومه بتاعت النادي الاهلي، يحصل طبعا الجمهور النادي الاهلي العظيم ما كانش محضر بتاع كمان من قبل ما نيجي الحقيقه، وهم مهتمين وبيتواصلوا معانا على طريق التدريب والتشجيع والدعم، وكل يوم زي ما انتم بتشوفوا الطلب بتزيد اكثر عن المباراه اللي قبلها، كل يوم الساعه بتاعتنا بتزيد اكثر واكثر، يعني كمان بنلعب في ماتش بس يعني عدد كبير جدا، وحاسين ان احنا موجودين في بلدنا. طيب واضح، يعني قبل ما نروح البطوله حضرتك يا دكتور استعرضت حاجات احنا كلنا كنا عايشينها، فريق مش في افضل احواله، كنتائج، مدير فني بيرحل، يعني مش دي الظروف اللي انت مفترض تكون رايح بيها بطوله صعبه جدا وقدام عمالقه العالم في اللعبه، فعمرك ما تشوف النتيجه دي في الملعب غير لما يكون في نوع من التهيئه النفسيه، وده بيكون دور الاداره، واكيد كان دور واضح ليك. كنت بتتكلم مع اللعيبه في ايه، او كنت بتتكلم مع الجهاز الفني في ايه، وكنت حاسس مردودهم ازاي قبل ما تبدا البطوله في ظل الظروف دي؟ والله فارس هو طبعا زي ما انت قلت كده كلامك مظبوط، الاداء النفسيه شويه عند اللعيبه مش افضل حاجه، وحتى احنا التدريبات اللي كنا بنختارها والناس بتلاحظ ان هي بتبقى حاجه نفسيه اكتر منها فنيه، يعني احنا في ماتشات كتير راحت مننا،
اخر دقيقه واخر نص دقيقه وتبقى انت كسبان وتعادل وتخسر صحيح. زي ما حصل في الدقيقه الاخيره يعني، طب 30 ثانيه والكوره معاك بتبقى حته نفسيه شويه اكثر منها فنيه. طبعا احنا مش بنفس الجانب الفني، بالعكس تعاقدنا مع مدرب افضل مدرب في العالم ابدا بقى نتكلم مع النادي الاهلي دي يعني راجل صنف كان افضل مدرب في العالم في كاس 2020 توب ليفل. وهيبدا بقى هو طبعا يعني الاداره هتديله كل احتياجاته، والله الراجل فيه هو اللي ليه رؤيه هو اللي ليه كلمه. اكيد هو متابع البطوله دي كويس، عندنا عناصر كويسه ممتازه تشكيله روح عاليه. طبعا هيبقى في مطالب فنيه ايا كان تعاقدات محترفين هنوفر له كل اللي هو عايزه، لكن ده انا بطمن على الجمهور التالي عليه من الاداره في ضاح الفرقه وفي واحد الفريق الفني هيبقى في دعم كل الالعاب يعني النادي. لكن طبعا هو الفريق اليد كنت بتكلم معاهم كل يوم يعني يوميا يعني، حتى بعد اي تدريب نعمله كنت بتكلم معاهم قبل المباراه كانت طبعا كل المباريات بتاعتنا يعني الثلاثة اتكلمت معاهم ان هم لعيبه كويسه ولعيبه موجوده وعندهم اكتر من كده بكتير يقدموه جمهور النادي الاهلي، وان احنا عندنا فرصه تاريخيه ان احنا ننسي بقى اللي فات وننسي الصوره السيئه اللي كانت موجوده في اخر اربع او خمس سنين عند جمهور النادي الاهلي مع فريق زياد في البطوله دي. قدام فرصه كبيره ان احنا حققت مركز محترم فيها جمهور الاهلي يبقى وراكم وتعرفوا ويبدا يغفر وينسى الاخفاقات اللي فاتت، وانتوا عندكم ده الامكانيات تاهلكم ده. وكنا كل يوم الحمد لله يعني نتكلم معاهم بهذا الشحن النفسي يعني، والحمد لله هم بيستجيبوا وهم رجاله وقد ما عايزين. كان واضح كان واضح. خليني اقول لك يا دكتور محمد يعني يعني فيديو ليك انتشر يعني بشكل كبير جدا اخر 30 ثانيه في مباراه بنفيكا، وازاي كانت ردود افعالك ردود افعال مشجع للنادي الاهلي درجه ثالثه، وحماس يعني كان رهيب جدا في الاحتفال بالفوز والصعود للدور نصف النهائي. لكن بعد الهزيمه في كلام بيبقى مختلف تماما، وانت رايح بتكلم لاعبين هم ظروفهم اشبه كتير جدا بظروف فريق كره القدم في كاس العالم ايضا، نقص لاعبين، لاعبين كانوا منضمين مع المنتخب، احنا عندنا مهاب وسيسا، وطبعا الف سلام على فوكس اللي تم اصابته في المباراه مباراه بنفيكا. طبعا احنا برضه النهارده يا فوكس لعيب قايد ولعيب بيعلي بيتفرج على الفرقه، اكيد خدمنا النهارده برضه المباراه مع سيسا ومع مهاب. بالتاكيد. قول لي بقى الكلام اللي انت يعني، هل اتكلمت مع الفريق بعد المباراه النهارده واستعدادهم لمباراه الثالث والرابع، وبرضه زياره الكابتن محمود الخطيب للبعثه كان اثرها النفسيه ايه على اللعيبه، وايه اللي تم من الكابتن محمود الخطيب والرساله اللي وجهها للعيبه والجهاز الفني؟ لا الكابتن محمود طبعا كان حريص ان هو يكون امبارح يعني، دي طبعا امبارح بعد صلاه الجمعه وقت الصلاه والتقديم طبعا، وكان حقيقه برضه كلام ايجابي مع اللاعبين في حافظ برضه توقع كتير ودعم كتير ان احنا فعلا في الاداره بنحبهم معاهم وبنامل دايما ان هم يوصلوا للقمه. وفي نفس الوقت برضه الحقيقه هو اتكلم معاه برضه مثلا ان هو ده انا بيتكلم فيها معانا ان احنا حققت مكسب حققت فوز لكن ما تريحوش يعني، ما يبقاش في فرق في السعاده او الابتسام عشان ما تجيش المباراه اللي بعديها مش بس ان ممكن يحصل خساره، لا ممكن يحصل خساره وكمان بفرق كبير وفرق مش حلو ما بينش النادي الاهلي يعني، حتى لو مثلا في الماتش بتاع برشلونه والترجي اللي كان فرق مش عارف كام 15 نقطه تقريبا او فرق 15 هدف بينهم، فقال لهم عايزكم في المباراه القادمه هي مباراه اليوم يعني تبداوا تخشوا بقى انتم عايشين ومبسوطين فتريحوا فيحصل خساره كبيره بقيت بتطلعوا بطل عادي. فكان كلامه ليهم يعني موزون جدا وحاسس نفسيه في نفس الوقت يعني في تركيز ان هم ما يفرحوش او ما يريحوش، وهم بصراحه يعني طبعا هم قدم عليهم لعب مع بطل عادي ده حقيقي فريق حامل اللقب في برشلونه في كام فاز الفرقه يعني كلها منتخبات عالميه، وبصراحه مننا لسه برضه سنين صغير يعني بعض الفرق ما صغيره جديده الفرقه وهنقدر نبني عليها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ويمكن حتى الجماهير كانت النهارده بعد الاداء كانت بتشجع فارس اكيد يا اسامه. في سؤال اخير يا دكتور سراج قبل ما تسيبنا،
اكيد كان لك كلام وتعقيب مهم جدا، انا مش حابب اخدك في حته بعيد كمان عن اجواء البطوله، ولكن مهم جدا. انت كنت في الحدث وكنت شايف جمهورنا ازاي في السعوديه وقبلها في الكويت، وجمهور الاهلي اللي خارج مصر بيملا المدرجات في كل مكان، وكان لك رساله مهمه تخص الدوري المصري وتخص جمهور النادي الاهلي. اكيد يا دكتور عندك رغبه زي ما شفنا كمان النادي الاهلي بيتواصل مع رابطه الانديه وبيشدد على حته الحضور الجماهيري، اكيد عندك رغبه تشوف نفس المشهد ده موجود في مدرجاتنا خلال مباريات الدوري. اكيد اكيد يعني اكيد يا فارس، اتمنى ان احنا نشوفه. ومجلس الاداره يمكن كان معاقب تحديد امبارح ده حقيقي او امبارح قبل اتخاذ قرارات في الموضوع ده، وبدانا ان احنا بنفقد الاتحاد الرسمي ورابطه عداله جماهيريه ما بين الفرق كلها. واكيد ده يعني احنا عم بتشوف ده بره مصر طبعا مع جمهور النادي الاهلي، فاكيد هتتمنى ان انت تشوفه طبعا في مصر كمان لما جمهور النادي الاهلي يعني في الملاعب كمان. وده هو في النهايه صالح يعني هو صالح اللعبه وصالح التاريخ وصالح الرياضه وصالح المنتج وصالح التسويقي بشكل جاي. هي الموضوع كله محتاج تنسيق مظبوط ومحتاج ترتيب مظبوط. يعني احنا هنا طبعا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوصل للاعداد دي او الشكل جميل كده ازاي. طبعا الاساس انه التزام الجمهور هنا واحترامهم، جمهور محترم جدا ومنتظم جدا وتشجع بكل قوه وفي نفس الوقت باحترام، وعلاقته بكل حتى الجماهير الانديه الاخرى طيبه. شفنا تاريخ شجعنا في الماتش بتاعنا في بنفيكا، شفنا النهارده كان في تحيه ما بين جمهور الاهلي وجمهور الترجي الفرنسي وهم طالعين بنفسهم مع الفريق البرازيلي. ف يعني النادي الاهلي محترم وراقي دي ورا فرقته وبيشجع، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا برضه يبقى في تشجيع وتنسيق. يعني تنسيقنا مع الجهات هنا هو اللي خلى في النهايه يبقى في شكل عام جيد ويلائم البطوله. ده برضه اللي بنتمنى ان هو يكون موجود يعني في ان شاء الله. يا رب باذن الله. وبرضه طبعا عشان اطمنكم في بدايه اللعيبه احنا كده اتكلمنا معاهم بعد القرار. هم طبعا محبطين شويه يعني طبعا هو طبيعي النادي انا مش عايز يكسب حتى لو يعني حتى لو بطل العالم ده حقيقي يعني انا مش عايز يكسب. اللعيبه كانت محبطه دي مش من الاحباط اللي عندك في السنه اللي طبعا دي حاجه ايجابيه يعني يبقى حاطين بالشيرت الاحمر وحاطين بروح النادي الاهلي بيبقوا مش متقبلين بصراحه احسن فريق العالم. بس يعني طبعا خلينا نعمل على قالب وقود تسجيل يعني مباراه بكره برضه مهمه جدا. انتوا برضه على قرب من التاريخ كتير، مش عايزين ان احنا الاحباط ده يخلينا نلعب بكره واحنا مريحين ومتضايقين، لا عندنا فرصه كبيره ونبدا ان احنا نستثمر الدوافع بتاعت الجاي ان شاء الله. يا دكتور محمد يعني بنشكر حضرتك يعني جدا على المجهود الجبار اللي حضرتك بتبذله، وبنشكر ايضا يعني عايزين من خلال حضرتك نشكر ايضا اللجنه المنظمه اللي ساعدت حضرتك كتير في اننا نصل ان الحضور الجماهيري يكون اعلى حضور جماهيري دايما في البطوله هو جماهير النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله يعني ترجع باذن الله حضرتك والبعثه واحنا معانا الميداليه المركز الثالث باذن الله. حقيقه انا فعلا يعني دي برضه فرصه ان انا اتفضل بوست عندي كده على الفيسبوك، لكن اتمنى من خلال قناه النادي الاهلي ان انا اشكر اللجنه المنظمه الحقيقه، واشكر كل المسؤولين في وزاره الرياضه هنا في السعوديه والاتحاد اليد السعودي. الحقيقه الجهات دي كلها جهات محترمه بس فعلا بتقدر تحترم مصر وتحترم النادي الاهلي وبيتعاملوا بمنتهى الاحترافيه. وكان يعني بنملوا عقبات كتير وسافرين مجموعات كتير خاصه بالفرقه وخاصه بحضور الجماهير. فاحب اقول لهم بكل شكر وحياه بالتاكيد بنشكرهم بالفعل طبعا. لان هم فعلا قاموا فارس بدور عظيم جدا. طبعا بنشكر دكتور محمد سراج مجهود جبار مع اللجنه المنظمه، واللجنه المنظمه يعني انا يعني كنت تحدثت مع صحفيين في السعوديه كتير اتكلموا عن قد ايه كانوا بيوفروا لجماهير النادي الاهلي الساعه الكامله. حتى لما تعارضت المباراه مع مباراه الخليج كانت بعد مباراه الاهلي وبنفيكا قالوا لا الاهلي يدخل بالساعه الكامله وبعد كده ممكن يعني تنخل الصاله وتدخل جماهير الخليج. الجميل كمان ان مع فريق مدر السعودي، تخيل انت اللجنه المنظمه وفريقها السعودي بيلاعب النادي الاهلي، فبعد مجهودات رئيس بعثه النادي الاهلي دكتور سراج يصل ان الجماهير تبقى عددها متساوي. يعني ما قالوش ان احنا بقى في السعوديه فنفتح لجماهيرنا، لا عدد متساوي من 500 تذكره لحوالي 1300 تذكره للنادي الاهلي. فخالص شكرنا للمملكه العربيه السعوديه وللجنه المنظمه اللي بالفعل
عملت النادي الاهلي فارس كانه نادي فعلا من المملكه العربيه السعوديه. بص يا اسامه، هم كان هدفهم بشكل واضح ان البطوله تنجح، مش ان الفرق السعوديه تنجح او تاخد حق مكتسب بالزبط. او غير مكتسب على حساب الاخرين، وده هدف المنظم في اي دوله وفي اي بطوله بيكون هدف المنظم البطوله وليس الفرق المتنافسه من الدوله المنظمه. ولما بيتحلى بالحياديه دي وبيتحلى بالموضوعيه دي لازم تشوف الناس كلها بتشيد، الناس كلها بتقول ده شيء محترم، الناس كلها بتقول الاتحاد السعودي واللجنه المنظمه كانوا على قدر المسؤوليه. مش عايزين نقارن ببطولات اخرى ولكن هم ياخدوا حقهم، لان للامانه حتى الرابطه في السعوديه كان لها دور كبير جدا. يمكن حتى كنت لما بتكلم مع حد يا اسامه طرحوا التذاكر، بعد كده بعد ما اتطرحت التذاكر كان لسه جمهور النادي الاهلي عنده رغبه في اليه لسه الشراء، قالوا لهم احنا معاكم نطرح، فاتحين السيستم لحد الوقت ده في بلوك معمول على تذاكر جمهور الاهلي بحيث انتوا اللي تقدروا تحجزوها، هيتفتح من ميعاد كذا لميعاد كذا. مفيش اي فكره ان انا بحاول احرمك من حضور، لا انا عايز انجح البطوله وجمهور الاهلي نجح البطوله. وزي ما بدا اسامه وكلمكم عن جمهور النادي الاهلي، لازم قبل ما نطلع للفاصل ننهي برضو بجمهور النادي الاهلي، لانه هو اللي بيبدا الحدث وهو اللي بينهي الحدث. فكرة الجمهور ما كانش بيشجع وخلاص، لا ده كان بيحمل رسالة لما بيقول كيان أصر على العالمية، جمهوره معاه كان في كل الكرة الأرضية، لأن هي دي الرسالة في التوقيت ده، في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في قطر. جمهور النادي الأهلي بنشوف منه مشهد لا يقارن، لا يقارن حتى مع الفرق المنظمة. كنت بشوف صور لجمهور نادي مضر السعودي وهو بيصور جمهور النادي الأهلي على أرضه، فده شيء اللي عمله جمهور النادي الاهلي واللي صنعه جمهور النادي الاهلي، والقادر اذا اتيحت له الفرصه الحضور بكامل عدده في اي مسابقه في مصر او خارج مصر ان هو يدي المثال. عارف يا فارس، ماتش امبارح وانا بتكلم مع صحفي سعودي قال لي في جماهير جايه من جده للدمام، فانا بقول له المسافه دي، قال لي مسافه 1400 كيلو تقريبا. فانت متخيل، والناس اللي بتقول يعني النادي الاهلي او جماهيره راحت تشجع كرة اليد واهتمت بكرة اليد من أجل الإخفاقات في كرة القدم، يعني بسرعة كده سموا إخفاق 2 دوري وكاس مصر 3 بطولات محلية في أكتر من 24 شهر إخفاق النادي الأهلي اللي لجأ إن هو يروح لألعاب الصالات. كان في نجوم لاعب صالات ونجوم في اللعبة وأساطير عند فرق أخرى كانوا بيقولوا إن جماهيرنا لما يعني 10 سنين بدون بطولات في كرة القدم ذهبت لتشجيعنا واهتمت بكرة اليد واهتمت بألعاب الصالات. النادي الأهلي جماهيره بتهتم بأي تيشرت عليه لوجو وشعار النادي الأهلي، وزي ما قال فارس كانت بتوجه رسالة للجميع لعل الرسالة تكون وصلت. دي فكرة جمهور النادي الأهلي، البعض الآخر يتعامل حسب الظرف، لأن الأمانة أنا احترت، يعني احترت حتى في المنطق. لما تيجي تتكلم عن تفرد النادي الاهلي في كره القدم، لما تيجي تلاقي حد بيتفوق لفتره استثنائيه او موسم او موسمين حتى محليا وما فيش اي انجاز افريقي وخروج من دوري المجموعات، تلاقي الكلام اصل ما تكلمنيش بالتاريخ انا كذا كذا. لما تيجي تتكلم في كره اليد ان انت بتلعب وبتحقق نتائج مبهره وان ده شيء مهم، او بتتكلم في السله في سيطرتك يقول لك لا اصل انت تاريخك في السله او بطولاتك في السله ما تقارنهاش. لما انا يا جماعه انا مش عارف هي القصه بالبطولات ولا القصه بالموسم ده ولا القصه بايه، بس ايا كان لو على التاريخ فالاهلي عنده كتير، ولو على البطولات اللي ببعض الالعاب النادي الاهلي ينتظروا فيها مستقبل يتصدر فيه، افتكروا كلامي البعض سوف يدفع الثمن غاليا لاستفزاز النادي الاهلي في كثير جدا من اللعبات اللي هيكتب النادي الاهلي فيها تاريخ والايام ما بيننا والسنوات ما بيننا، وهيجي وقت نقول ازاي الاهلي بيتفوق في كل اللعبات. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وبدانا الموسم الجديد يمكن نفس البدايه شبيهه جدا بالموسم الماضي، بتقابل نفس المنافس فريق الاسماعيلي، بيجي لك نفس حكم الساحه في المباراه محمد عادل، لكن انت بتقدر تفوز المره دي 1. طبعا فريق الاسماعيلي تطور كتير عن السنه اللي فاتت، والامانه
قدم مباراه جيده جدا امام النادي الاهلي، ومباراه ممتعه من الطرفين، وكان فيها الريتم سريع جدا، فكان في استمتاع، ولكن النادي الاهلي كان هو الاكثر يعني اصرار على تحقيق الفوز، وتحقق له ما اراد على باقدام بقى مش على يد، باقدام الوافد الجديد ابن المدرجات اللي تحول للاعب بيحقق احلامه شادي حسين، بيسجل في الدقيقه 72 هدف المباراه الوحيد وهدف الفوز. وعجبني جدا اول كلمه اتقالت كده او حركه شفايف قريناها في الموسم من لاعبي النادي الاهلي، كلمه الحمد لله على شفاه شادي حسين اللي البعض شكك فيه، والبعض حاول يقلل من امكانياته من بعض الاعلاميين، وازاي تبدله وتدخل فيه اعاره مع احمد ياسر ريان. قلنا يا جماعه مش هنقبل بالمزايدات دي، الاثنين ولادنا، حتى احمد ياسر ريان يقدر يرجع النادي الاهلي ببنود في التعاقد ده. طبعا هدف المباراه فارس يعني لقطه من سافيو وكريم فؤاد اللي عمل اصرار بيفكرنا باصرار يعني اكرم توفيق، فهدف يعني جميل وفوز مستحق للنادي الاهلي. ونتمنى باذن الله يكون في الفوز بكره في مباراه اسوان قبل مباراه السوبر، وان شاء الله ان شاء الله درع الدوري يكون هذا الموسم في الجزيره، لانه بالتاكيد وحشنا بشكل كبير جدا ان شاء الله يا اسامه. طبعا المباراه كان فيها تفاصيل كتير فنيه مهمة، وتغييرات كولر اللي كان لها بصمة كبيرة جدا، ان انت تسجل الهدفين من الهدف من تغيير للاثنين اللاعبين اللي انت نزلتهم، سواء التمريرة بتاعت سافيو هنا بقى بعد يعني كده شارك برضه في كريم الهدف. فؤاد والانتظار بتاع شادي حسين، دي بصمة مدرب. انا عايز اقول ان كمان على مستوى الارقام النادي الاهلي يا جماعة قدم مباراة كان عنده الاهداف المتوقعة فيها 3 اهداف مقارنة 0.15، اقل من ربع هدف للنادي الاسماعيلي. المباراه الشهيره للنادي الاهلي في بدايه الدوري الماضي اللي كسب فيها الاسماعيلي برباعيه، تخيلوا ان هذه المباراه ارقام النادي الاهلي فيها افضل بكثير على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي 24 محاوله على المرمى منهم 6 اون تارجت، انت ما فيش محاوله اون تارجت واحده حتى الاسماعيلي. النادي الاهلي قدم مباراه فنيه كبيره جدا، نتمنى تكون بدايه. ولكن بعيدا بقى عن الفنيات، انا في موضوع ما ينفعش اتجاهله وبشوفه بيتكرر، يمكن هتاف جمهور الاسماعيلي حصر عليك يا اللي ببالي لا طولت اول ولا تاني. حلو جدا الكلام ده، واحيانا الشعارات والهتافات دي بتكون لطيفه ما بين الجمهور، ولكن انا بشوف يمكن جمهور الاسماعيلي بيقول هتاف زي ده، جمهور الزمالك بيتكلم في فكره الوصيف او الموسم اللي قبل اللي فات، والموسم اللي فات بيتكلم في الثالث، ويمكن كل ما تدخل نقاش مع حد تلاقيه سايب الموضوع بيقول لك الثالث والوصيف. يا جماعه هو الموضوع مش بالكلام، الموضوع لو بنتكلم على المركز الثالث بالنسبه لجمهور الاسماعيلي اللي بيعاير النادي الاهلي بيه، فلو انت شايف كده انت بتتعدى على تاريخك انت، لان انت 17 مره في المركز الثالث على مستوى تاريخ الدوري، رقم قياسي. على المستوى الآخر لو أنت شايف الوصيف دي إهانة، فالزمالك هو الوصيف التاريخي لبطولة الدوري، ودي أرقام 34 مرة محدش تفوق على الأهلي في أي أرقام إيجابية. الرقم الإيجابي بتاع تحقيق اللقب 42 مقارنة بكل فرق الدوري مجتمعة كلها، من أول ما قالوا يا دوري وكل الفرق اللي طلعت واللي هبطت واللي اختفت، كل الفرق دي واخدة الدوري نص عدد مرات النادي الأهلي، 21 لقب، نص عدد مرات النادي الأهلي. فيا جماعة البعض ما ياخدوش بس لحظة، بيستنى كل موسم أو اتنين أو تلاتة أو كل 10 سنين بشكل أوضح عشان تيجي لحظة للنادي الأهلي يتراجع فيها، فيبدأ يحاول يعوض سنين من القسوة بتاريخ النادي الأهلي في 42 دوري. وانت ما بتقولناش حاجه تضايقنا، انت بتعرفنا انعكاس سنوات تفوق النادي الاهلي عليك كان ايه. فالنادي الاهلي هو رقم واحد تاريخيا، رقم اتنين او تلاته لو يسيء لحد فهو بيسيء ليك انت. بص هو خلينا طبعا الجماهير بيبقى فيه مناوشات ما بينهم وبين بعض، فيعني ده طبيعه جماهير كره القدم في اي مكان، فخلينا في كلام المسؤولين. ولكن قبل ما نروح لكلام المسؤولين هنتكلم بالتاكيد عن افضل لاعب في الجوله، وافضل لاعب في الجوله كانت بالتصويت، ولما تقول حاجة بالتصويت على ظهر الكرة الأرضية لازم تعرف أن مرشح النادي الأهلي هو اللي هيفوز بيها بالتصويت، ودي طبعا نتيجة التصويت. اليو ديانج 71%، شيكابالا 29%، جون أوبوكا 1%. أنا هنا طبعا مبروك لأليو ديانج، وأليو ديانج قدم مباراة محترمة ومباراة قوية جدا جدا جدا، هو وأكرم توفيق. يمكن أكرم توفيق من اللجنة المنظمة هو اللي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن اليو ديانج كان عامل ماتش كبير جدا. لكن أنا رسالة لرابطة الأندية في
وضع معايير الاختيار. بمعنى ايه وضع معايير الاختيار؟ يعني انا كنت اتفاهم لو حطيت اكرم توفيق نقول افضل لاعب اتاخد في الجوله. في مباراه الزمالك وسموحه افضل لاعب اتاخد في الجوله كان لاعب من فريق سموحه، فانا مش عايز يكون القصه او الجائزه دي معموله على قصه اختبار شعبيه الاهلي والزمالك. اعتقد الاختبار واضح، النادي الاهلي 71%، فالقصه بالشكل ده بتروح للنادي الاهلي على طول. لا، انا عايز بالفعل يكون في تقييم لمستوى اللاعبين، واللاعبين اللي تدخل الاستفتاء ده يكون بالفعل اضافوا واجادوا في المباراه. نادي الزمالك له تسديدتين فقط لغير اون تارجت، منها تسديده من مدافع فريق سموحه، وشيكابالا بيلعب بالدور الهجومي. لما فارس اتكلم عن دور اليو ديانج، هو بيتكلم عن دور منظومه دفاعيه اليو ديانج في مقدمه الصفوف دي. مفيش اي خطوره على مرمى النادي الاهلي، مفيش اختبار حقيقي للشناوي، مفيش تسديده اون تارجت على الشناوي، فبالتالي اختيار اليو ديانج كان اختيار له وجهته، اختيار جون اوبوكا كان اختيار له وجهته، حتى لو شايفين ان اختيار شيكابالا له وجهته بنقول ان في لاعب في سموحه كان هو افضل لاعب في المباراه. لكن لو على الشعبيه، النادي الاهلي واضح جدا جماهيريته عامله ازاي، واليو ديانج خد عن جداره واستحقاق اول فريق. دي بس كانت رساله الرابطه، ان اختيار اللاعب يكون تبعا لادائه في الملعب مش لفريقه، عشان ما يبقاش في تفاعل وكده. اليو ديانج، اليو ديانج هو لما انا بتكلم عنه بتكلم الى لاعب بالنسبه لي لاعب ملهم، لاعب بالنسبة لي استثنائي، لاعب بالنسبة لي وجوده في النادي الأهلي هو أحد أهم الخطوات إن أنت تقدر بمجموعة مميزة تسيطر وتعود سريعاً لمنصات البطولات. لأن لو هو خارج من عندك وتحاول تشوف لاعب في نادي آخر أو في إفريقيا أو في الخارج بالمستوى ده، القصة هتبقى مكلفة جداً. أليو ديانج عامل أرقام لا تصدق، 22 مرة استخلاص للكرة، أقرب لاعب ليه بعيد عنه رقميا. انت بتتكلم في 16 التحام من 24 بيفوز بيهم، الالتحامات الهوائية 3 فاز باتنين. القصة في تمريرات أليو ديانج مش ان رقم التمرير 45 تمريرة صحيحة من 49، يبدو ليك بالنسبة لك طب ما ممكن الراجل بياخد الكرة يسلم كده يسلم كده يرجع لورا. لا، أليو ديانج تمريراته الأكثر هي التمريرات الأمامية 16 تمريرة، عمل منهم 15 تمريرة صحيحة. تعال بقى وقف عند رقم غريب جدا لأليو ديانج، الفاينل ثيرد أو الثلث الأخير من ملعب الإسماعيلي أو الثلث الدفاعي الملعب الإسماعيلي، أليو ديانج عمل له 9 تمريرات، أصعب مكان ممكن تمرر ليه. كم تمريرة منهم صح؟ 9. 9 تمريرات من 9 للثلث الأخير صح. أليو ديانج عمل 3 تمريرات طوليه، الثلاثه صح. ده يديك ايه؟ على المستوى الدفاعي لاعب قدر يحطك في الصوره طول الوقت، وقدر داخل منظومه النادي الاهلي يترجم لك ارقام. على مستوى التدرج بالكره ونقل الهجمه كان لاعب فعال جدا بطريقه تمريراته. اليو ديانج لاعب مهم، لاعب محوري، بدايه نتمنى ان هو يستمر عليها، لاننا عندنا منافسه شرسه بين ثلاثي هو مقرب الى قلوب كل الاهلاويه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج. وفي حب الاهلي وفي روح الأهلي وفي إصرار الأهلي عايزين نتفرج على الثلاثي ده وهو بيحقق أرقام تليق بالنادي الأهلي بالتأكيد يا فارس. لكن خليني أقول الأرقام دي بالتأكيد بعد الدقيقة 15، لأن أليو ديانج كان قبل الدقيقة 15 لسه ما دخلش أجواء المباراة وكان عنده ميس باص، ولكن قدر إن هو يدخل أجواء المباراة، وتقريبا الشوط الثاني احتل الملعب بالكامل مش فقط نصف الملعب، وكان بالفعل يستحق من مع أكرم افضل لاعب، وايضا حمدي فتحي اللي بيبذل مجهود جبار طبعا، وكمان توظيفه الجديد مع يعني كولر وبيسجل اهداف، فده شيء عظيم جدا. بالفعل عندنا ثلاثي في خط الوسط، يعني كمان لما تضيف لهم احمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الاولمبي هتلاقي الامور افضل كثيرا. طبعا اهم لقطه في القصه دي او في المباراه دي قبل ما نروح لمباراه اسوان هو تغيير كريم فؤاد. الجميع وهو قاعد بيتفرج على كريم فؤاد ربما تفاجأ ان كريم فؤاد هو اللي بينزل يلعب وينج رايت، لكن الحقيقه اللي متابع تدريبات كولر عارف كويس قوي ان هو لم يتفاجأ بوجود كريم فؤاد كوينج رايت. كريم فؤاد لعب في انبي وينج رايت وينج ليفت، ولعب باك رايت وباك ليفت، والحقيقه كولر عينه كويسه جدا، وواضح جدا ان هو بيقعد يتكلم مع كل لعيب ويفهم امكانيات كل لعيب عشان يقدر يوظف لعيب في مكان ربما يبدو ليك مفاجأه، لكن بالنسبه لكولر هو مدروس، اختبار مدروس. نزل كريم فؤاد بالفعل اولا ريح جبهه اكرم توفيق اللي للامانه مدبولي عمل جيم كويس جدا في الجبهه دي لاعب الاسماعيلي، ولكن اكرم توفيق كان باذل مجهود جبار عشان يحد من الخطوره، فنزل كريم فؤاد تفرغ اكرم توفيق للواجبات الدفاعيه، قدرنا نسجل هدف. بعد ما سجلنا الهدف وبعد زياده عدديه اللي حصلت نزل السوليه تاني ليعيد لوسط الملعب
الانضباط والاستقرار وتبدا ان انت تطلع بالمباراه فايز، لان الفوز بالفعل كان مستحق، فتغييره تحسب لكولر، وده من اول يعني مزايا التغييرات عند كولر اللي بنلاحظها، ففوز موفق ان شاء الله. عندنا طبعا مباراه اسوان، بس قبل بقى ما نتكلم عن مباراه اسوان نتكلم عن ما حدث في الاسبوع الاول اللي هو تقريبا بيأكد ان استمراريه الاسبوع الماضي مستمره، او ان الجماهير اللي بتتواجد في مدرجات نادي الزمالك على وجه التحديد نفس شكل الموسم الماضي او نهايه الموسم الماضي، برغم ان التحديد 3000 وبرغم ان العين المجرده استحالت تخطئ ابدا في مدرجات ملعب. لما تيجي تشوف ملعب بيحوي مثلا او يحتوي على 15 متفرج، 15000 متفرج، فتيجي تلاقي نص المدرج ده مقفول، فبديهيات كده تقول ايه؟ في حوالي 7000 مشجع موجودين، لكن تقنعني ان ال 7000 او نصف المدرج دول او نصف الملعب 3000 فقط لا غير، بس الملعب صغير فباينين ان هم كتار، ده موضوع صعب جدا. وعشان كده النادي الاهلي تقدم بشكوى لرابطه الانديه، ورابطه الانديه لاحظت ده، واتحاد الكره لاحظ ده، المهم بقى التنفيذ ده على ارض الملعب. الاهلي بيخاطب رابطه الانديه للالتزام باعداد الجماهير المقرره لحضور المباريات، وده اللي حصل في احد الاجتماعات للنادي الاهلي، وتم التنسيق مع كافه الجهات المسؤوله عن دخول المباريات للالتزام بالاعداد المقرره لحضور الجماهير اثناء مباريات الموسم الحالي لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص. لو القصه ما فيهاش سيطره بشكل كبير، وانا يعني ازعم ان الامن المصري قادر تماما تماما على السيطره على كل الملاعب، القصه لو بالشكل ده وفي بعض الجماهير في بعض المباريات بتدخل باعداد زياده وخلاص، يبقى الحل ايه؟ تعالى كرابطه الانديه بند ال 6000 مشجع دول، 3000 لكل فريق، لا نزودهم بقى ونخليهم 10000 لكل فريق، لكن مش عايزين نبدا الموسم زي ما نهينا الموسم الماضي، لان المساله ما فيهاش تكافؤ فرص وبقت واضحه جدا لكل المهتم باللعبه. وبالتاكيد موقف من النادي الاهلي بيسجل موقفه من البدايه عشان تكافؤ الفرص مهم جدا. هو او الضوابط تزعل حد؟ يعني هي الضوابط والنظام يزعلوا حد؟ ده اللي النادي الاهلي بيتكلم فيه. يا جماعه بنلاقي تعقيبات من اعلام المنافس بتحاول تقنعنا بحاجات عينينا مش شايفاها، انا بصدق دي ما بصدقش حاجه تانية. الانسان عمره ما هيكذب عينيه عشان يمشي ورا كلام مرسل. في البدايه اتقال ايه؟ اصل جمهور النادي الاهلي ما راحش او ما حجزش، احنا مالنا؟ انت اللي ما حجزتش تذاكرك. في منطق بسيط يا جماعه. اهو موجود صوره واضحه وصريحه بتقول ان تذاكر النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي او تذاكره في بعض المباريات اللي بيتكلموا فيها كده بتكون نفذت. طب تمام، يبقى هنا الناس حجزت. طيب قال لك حاجه تانية خالص، تعالى ندي حل تاني، ده الناس حجزت بس ما راحتش. تمام، افهم ده في واحد عنده حد في البيت تعب، واحد حصل له ظرف وهو رايح في الطريق، ده احنا هنا بنتكلم في مشجع 2 3 4 5 10 20 30 40. خلاص، انما مش هتكلم على كتله لما اجي اقارنها لك تقول لي اصل انت حجزت وما رحتوش. يعني احنا الناس بتتكلم في اسعار التذاكر هتقول لي رفاهيه ان هم بيحجزوا وما بيروحوش؟ ما الكلام يبقى بالعقل شويه. طب خلاص جينا قلنا التذاكر نفذت واكيد اللي الناس راحت، واكيد لو حتى ناس ما راحتش عدد صغير. تعالى بقى خد الفكره العبقريه، اصل بص وانت بتشوف من الزاويه دي غير الزاويه دي، والمدرج المعلب في المربع في حساب المثلثات لما تيجي تبص من القطب الشمالي غير تماما لما تبص على احنا يا جماعه الكلام ده لو بنتكلم في زاويه ولا ماتش ولا ماتشين، هو كل اي مباراه بتبقى كده. ومحدش بقى يقنعني ان جمهور الاهلي اللي في الكويت والسعوديه والامارات وقطر وفي كل حته بيملى المدرجات وفي كل حته بتتاح له العدد بتاعه بياخده، وفي اي ديربي شفنا مدحت عبد الهادي وبشير التبعي نجوم الزمالك نفسهم بيقولوا ان في اي ديربي كان جمهور الاهلي بيكون اكتر حتى واحنا في لحظات تفوقنا الفنيه. فالجمهور ده هو اللي بقى عنده مشكله كلها اختصرتوها بزاويه الكاميرا. فأتمنى إن القصة تتحل والقصة يبقى فيها ضوابط ومحددات تريح الجميع، يا إما العدد نلتزم بيه كلنا، يا إما افتح ونشوف بقى، نشوف شعبية النادي الأهلي اللي بتترجم في استفتاءات من شوية، نشوفها على أرض الواقع ونشوفها في فارق الجماهير. ما احنا شفناها في الاتحاد المنستيري، هل في الاتحاد المنستيري حجزوا التذاكر وراحوا وفي الإسماعيلي هيحجزوا التذاكر ومش هيروحوا؟ أمر صعب جدا. وأنا الحقيقة يعني بشفق جدا على مخرجي المباريات القادمه في الدوري العام، لان هيبداوا ياخدوا زوايا ارضيه جدا 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 ربما لا يظهر فيها المدرج على الاطلاق عشان ما يبقاش حد يتكلم عن عدد الجماهير في المدرجات. ففي يعني اشفاق واضح جدا على مخرجي المباريات، ولكن اتمنى بقى مصوري المواقع ما نبقاش برضو بنشفق عليهم ان هم ايضا بيصوروا ما تحت المدرج. نروح لقائمه النادي الاهلي بكره في مباراه اسوان، المباراه الساعه 7
لعبنا مع اسوان مباراه وديه في الاستعداد لمباراه الاتحاد المستيري، كان اسوان اتقدم علينا بهدف ثم حققنا الفوز 2-1. الشناوي وعلي لطفي وشوبير ومتولي وان ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم هيكون عندنا وقفه كبيره معاه، وعبد المنعم ومعلول وهاني واكرم وكريم وحمدي وديانج السليه قفشه الشحات عبد القادر برونو سافيو وبيرسي تاو يعود اليكم من جديد، ممكن يقدم موسم هايل لو كان موفق بس لان امكانياته كبيره. وطبعا في خط الهجوم شريف وحسام وشادي. كده يعني دي قائمه النادي الاهلي، بالتاكيد ان شاء الله يكونوا موفقين بكره، نتمنى لهم التوفيق. ودي طبعا من تدريبات النهارده يعني في ملعب التتش، وكولر للامانه شغال بشكل واضح جدا، حتى بعد المباراه اللي فاتت اصر ان هو يلعب مباراه وديه فارس ما بين فريق الشباب تاني يوم على طول، والفريق او اللاعبين اللي ما لعبوش المباراه. استنى عشان انت رقصتني واحده، انت قلت الاسماء وبعدين قلت وان قلت مين ان ده يا جماعه؟ ياسر ابراهيم يعني عندنا كلام معاه كبير. انا وقفت عند ياسر ابراهيم وبيرسي تاو. طبعا بيرسي تاو لاعب ما زلت شايف ان هو لو هنقارن المحترفين الاجانب في مصر ده بالسي في بتاعه، والسي في اكيد في كره القدم مش كل حاجه، هو يعتبر المحترف الافضل في الدوري المصري كسيره ذاتيه. لاعب جاي لك من الدوري الانجليزي، الدوري الاقوى والاول في العالم، فبالتالي محتاجين ده ما يبقاش كلام، محتاجين ده يتحول لواقع. واللاعب قادر، وكان مؤشر مهم جدا ان هو يصمم ان هو يثبت صوره ذهنيه تليق بالكارير بتاعه وتليق بالسي في بتاعه وتليق بان هو في كل المراحل اللي راح فيها في دوريات كتير جدا يمكن حتى تنافسيا زي الدوري البلجيكي كان له بصمته، فاللاعب شايف انه لا يقدر يسيب بصمه وتاريخ مع النادي الاهلي، وما ينفعش يكون رحيله بلا صخب وبلا ضجيج، فاتمنى ان هو يحقق ده. طبعا زي ما اتكلمنا مباراه وديه، وكان في النهارده اكيد محاضرات سواء محاضرات بالفيديو او محاضرات فنيه، واحنا قلنا لكم من بدايه رحله كولر، كولر بيشتغل مع اللاعبين بشكل فردي في كلام على نواقصهم، وكولر بيشتغل بشكل جماعي، واتمنى نشوف ده بكره في مباراه اسوان. مباراه مهم جدا يا اسامه، نوعيه المباريات دي تبدا تعبر عن ان انت عندك فوارق فنيه، فاتمنى ده يبدا يبان. كل الاحترام لاسوان وفريق بنحترمه وتجربه واعده وفيها افكار كتير جدا، بس نتمنى ان النادي الاهلي لا انا ابدا بقى استغل الارقام اللي انا بعملها في المباريات دي ونشوف ارقام بتنعكس في النتيجه بشكل كبير يا اسامه. هو مهم جدا الفوز ان شاء الله، خاصه وهي مباراه اللي هتسبق على طول مباراه السوبر اللي هتلعب في الامارات يوم الجمعه ان شاء الله يوم 28 اكتوبر. واعتقد يعني كابتن ربيع ياسين يعني عامل شغل هايل جدا مع فريق اسوان، وكان وصل مع فريق الاتحاد تقريبا يعني كان قاب قوسين او ادنى من التعادل، لكن الاتحاد قدر يسجل هدف في الدقيقه 85، وكان واضح جدا الحزن على كابتن ربيع ياسين. طبعا واحنا بنتكلم بقى عن قائمه المباراه، عايز تقول حاجه؟ ناخد قائمه المباراه والقصه اللي بعدها بقى بعد الفاصل. خلاص قول. تمام، يبقى بعد الفاصل اسامه مش هيكسفني، نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن قائمه مباراه النادي الاهلي امام اسوان غدا، ووجود بيرسي تاو طبعا يعني خبر سار جدا لجماهير النادي الاهلي، واللي وقفنا عنده ياسر ابراهيم. وليه وقفنا عند ياسر ابراهيم؟ وليه هنقف عند اكتر من لاعب؟ وليه هنقف عند اكتر من خبر؟ لان مش هنسمح ان ما حدث الموسم الماضي يتكرر او الموسم قبل الماضي، خلاص على الاقل علينا هنا اننا هننوه من البدايه. بنبدا اول حلقه في الموسم الجديد بعد اول مباراه في الموسم الجديد، لو اعتبرنا ان بدايه الموسم الاسماعيلي مش الاتحاد المنستيري، وهنقف عند كل اعلامي بيردد اخبار مغلوطه عن النادي الاهلي سواء بتعمد او غير تعمد. المهم في النهايه ان يصل لمشاهد قناه النادي الاهلي ويصل لمشجع النادي الاهلي، لا تتناول اي اخبار متعلقه بالنادي الاهلي غير من المصادر الرسميه الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي، قناة النادي الأهلي، المركز الإعلامي للنادي الأهلي، المتحدث الرسمي عن النادي الأهلي، لكن ما دون ذلك ما تسمعش ولا تستجيب. مش بقول لك كده إن إحنا وصاية عليك وبنفرض وصاية عليك إنك يا تشوف قناة الأهلي يا ما تشوفش غيرنا، لا خالص، إحنا هنقول لك كده لأن اللي هنوريه لك دلوقتي هيؤكد لك ده، إن الناس بتتكلم بدون ما يكون عندها المعلومة. طب لو لم تتواجد المعلومة الناس هتعمل إيه؟ هتبدأ تجود، وتبدأ تجود في حاجات ممكن ما تعرفش تلاقي رد عليها. ان انت مثلا تشوف لعيب بره القائمه فيبدا يقول لك ايه اصل كولر من اللعيب ده مش مقتنع بيه، اصل كولر قعد مع اللعيب ده وقال له اصل انت مش معايا، اصل انت ترتيبك عندي ال 24 في الفريق، وكلام كتير انت مش هتفضل ترد على كل واحد وتقول له لا. لكن الموقف ده والقائمه دي بترد على البعض،
وجود ياسر إبراهيم في القائمة، صح كده فارس؟ صح جدا، ومش بس ده، حصل مفارقة كبيرة جدا يا أسامة. إن يبدأ الكلام، أنا شفت كلام عجيب على مدار آخر أيام، يعني الأول ده كمان غير الكلام اللي طلع الرد بتاع النادي الأهلي الرسمي عليه أو الخبر، لا شفت حاجة غريبة، حد بيتكلم يا أسامة، أنا جيت اتكلمت وكولر جوه النادي الأهلي جاب المساعدين، فواحد من المساعدين بيسأله بيقول له هو إيه التشكيل اللي هيبقى أساسي معانا والتشكيل اللي هيبقى مكمل معانا واللعيبة الأساسيين، قال له إيه ده؟ مين اللي قال لك إن في حاجة اسمها كده؟ مفيش حاجة اسمها أساسي، اللاعب بيبقى كذا، مين اللي عرفكوا كده في الكورة؟ حوار مهين جدا، كأن يا جماعة الناس المساعدين أو الناس اللي في النادي الأهلي ده أول مرة يشوفوا مدربين، كأن دي ما ناس ما كانتش بتعاصر فايلر، الراجل اللي بيدرب في الدوري البلجيكي والراجل اللي ليه سي في محترم والراجل اللي درب فريق زي أندرلخت، كأن الناس دي ما عصرتش مدرب زي موسيماني درب منتخب جنوب أفريقيا، مش بس أندية ده كمان منتخب جنوب أفريقيا. فالحديث عن إيه ده، واتصدموا وقالوا له هو في كده، هو اللي احنا كنا عارفينه طول الوقت ده طلع غلط، طلع التدريب اتغير، طلع التدريب اختلف، وقصة مختلقة تحسسك ان بجد انت ما ينفعش تقلل من النادي الاهلي، وكان احنا ناس ما عندناش. ثم بعد كده الكلام عن ان حصل كلام وحوار بيني وبين كولر او من خلال احد الوسطاء، وسالت هو ترتيب المعدين، انا اللي قعدت معاه، لا انا اللي قعدت في الفندق ترابيزه 26، كنت قاعد انا وصاحبي كولر كده بنتغدى ملوخيه، قول الحكايه بنتغدى ملوخيه، وقلت له ايه يا عم كولر، ايه بقى الحكايه، انت عندك ثلاثه روس حربه، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين، وحسام حسن مش ظاهر في الصوره ليه، هو انت ترتيبك كام في حراسه المرمى دي؟ فكولر قاعد معاه حد بيتغدى معانا وسيط ملوخ، بس مش ملوخيه، بلاش ملوخيه دي، ما هو ما ينفعش ملوخيه، دي بتاعه الاتحاد، الحكاوي دي ما بتطلعش غير في الملوخيه، خلاص اديها يعني دي حكاوي ملوخيه ما ينفعش غير ملوخيه. فكولر من خلال وسيط قال لا 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 لا، مين قال ان انا مرتب ده الترتيب ده لو لحراس المرمى، يعني انا مرتب ممكن شادي شريف حسام حسن، بس انا مش مرتب، هو مرتب بس مش مرتب، فالترتيب ده لحراس المرمى، وقصه كبيره جدا. وطبعا يعني لو انت مش مصدقني روح ترابيزه 26 هتلاقينا كنا موجودين، واسال في الفندق هتلاقينا كنا موجودين انا وكولر ووسيط عادي جدا. الكلام ده بقى ممكن تشوفه فين؟ مش هنا، اللي انت سمعتها الحكايه دي عمرها ما تتقال على شاشه قناه النادي الاهلي، عمرها ما تتقال في برنامج الاهلي خط احمر، عارف ليه؟ لان احنا هنا بنحترم عقول المشاهد، احنا هنا لما بنخاطب الناس بنخاطب ناس واعية، ناس مدركة قيمة النادي الاهلي، احنا هنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بورقة وقلم ومستند وفيديو وصوت وصورة وكل حاجة قدامكم، مش وجهات نظر فقط لغير، لا بالدليل. فتعالى اقول لك الدليل اللي كمان بيقول ان روايتي دي اللي انا قعدت فيها مع الكابتن كولر والوسيط بتاعة حراس المرمى وبتاعة الهدافين انها غلط، ليه؟ لان النادي الاهلي طلع بخبر أكد عن أن الكلام ده كله ليس له أي أساس من الصحة، والقصة كلها كانت زيادة في وجبة الملوخية أو في أطباق الملوخية على ترابيزة 26. تقل في المسقعة. المسقعة؟ دي مسقعة. ممكن دي كده. مسقعة. هنا نفى كولر المدير الفني للأهلي خلال اجتماعه التحضيري مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمباراة الغد مع أسوان في الدوري أن يكون قد التقى أيا من الإعلاميين أو تحدث معه في أمور تخص لاعبي الفريق وخاصة مهاجميه سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، ده كأنهم سامعيني، مؤكدا أن الأمور الفنية تخصه وجهازه المعاون ولا مجال الحديث عنها في الإعلام أو حتى في الجلسات الخاصة. شيء مهم أو. ورسالة واضحة يا أسامة للي جاي بالظبط، وزي ما أنت قلت في البداية أنت هتسمع لمين؟ هتسمع، والسياسة دي صح جدا أن المركز الإعلامي والنادي الأهلي يبدأوا يطبقوها، أنت في حاجات محتاجة رد في لحظتها، انت ببساطه احرجت الجميع في حاجات كمان لسه هنشوفها يا اسامه، بس انا بقول ان لا انت رايح لا هو ولا وسيط ولا الترابيزه كام 26 ولا الترابيزه 26 ولا كل الكلام ده ولا اللي احنا قلنا، لا مسقعه. طب مع احترامي انا مصمم ان الكلام في المسقعه خلاص، فالوضع صعب جدا كتير. ده يا جماعه الكلام اللي احنا بنقوله، عشان كده بنقول طب احنا هنا ردينا على كلام بيقول ان انا قعدت مع كولر، في كلام تاني مش هنعرف نرد عليه لما يقول لك اصل الراجل مش مقتنع بكهربا، مش مقتنع بياسر ابراهيم، مش مقتنع برامي ربيعه، مش مقتنع بحسام حسن، مش مقتنع باي اسم، هتعمل انت ايه كنادي اهلي؟ هتطلع تقول لا اصل الراجل مقتنع؟ ما هو ملهاش رد، الرد هيكون ايه؟ من خلال القايمه،
طب القائمه النهارده دخل فيها مين؟ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي كان ايه بيتقال ايه ان الراجل مش مقتنع بيه والراجل مستبعده والراجل والراجل والراجل، النهارده ياسر ابراهيم موجود في القائمه. هل هيلعب اساسي هيلعب احتياطي؟ مش القصه، لكن دخل السكواد، دخل السكور شيت، دخل ان هو خلاص موجود في القائمه مع الراجل. اذا ياسر ابراهيم، وقلنا لكم هنا في البرنامج ده لو تفتكروا لما تم استبعاده اول مباراتين قلنا يا فارس، قلنا ان نفس كلام رينيه فايلر، وكان مستبعد ياسر ابراهيم، ولكن ياسر ابراهيم قدر يثبت وجوده واصبح اساسي في الفريق. مش كده بس يا اسامه، ده احنا وقت ريني فايلر لنا فيديو بنتكلم فيه في القصه دي بالزبط. ان ياسر ابراهيم ازاي لازم ياخد درس، كان واقف هو وريني فايلر كان بيديله تعليمات كان لسه ياسر ما بداش يدخل مع ريني فايلر، وقفت انا وانت عند الصوره دي وقلنا دي رساله لياسر الراجل، ولازم تاخد الفرصه ولازم تشتغل. اللي بيطلع ده اسامه ايه هدفه؟ هدفه اصلا اولا ان يزعزع ثقتك من كولر، ويبدا يحصل ما بين الجمهور كلام، لان كل جمهور بيحب لاعب، بس كمان الجمهور بيحب الاهلي اكتر. والحاجه الثانيه ان يبدا يخلي اللاعب يهبطه، ويبدا يحسس اللاعب، ما هم برضو ممكن يكون لما بيقول لك اللاعب قعد مع حد وقال له ترتيب كذا انا بعيد انا بره، فيبدا ياثر عليه في تدريب. فانت النهارده بتوصل رساله يا جماعه لحد داخل النادي الاهلي، ولا لاعب ولا جمهور النادي الاهلي يدوا ودنهم لحد اهدافه واضحه جدا. ده انا عايز اقول لك كمان، ده ممكن يكون سلبيات لكن له ايجابيه مهمه جدا. عارف ايه هي الايجابيه؟ ان هم بداوا يختلقوا قصص. عارف يعني ايه بيختلقوا قصص؟ يعني مش قادرين يخترقوا الفريق، فبالتالي بداوا يختلقوا القصص. فده انت لما تسمعه تبقى عارف كويس قوي ان هو مش قادر يوصل لمصدر جوه النادي الاهلي، مش قادر يوصل لمعلومه جوه النادي الاهلي، ان الراجل اللي اسمه كولر ده جاي قافل بجد على الفريق، جاي مركز مع الفريق، جاي وخدها بثقه لما بيقعد لاعب على الخط بيتكلم معاه، بيتناقش معاه، ما بيسيبوش كده. عشان كده هتلاقي دايما اي لاعب نازل، نازل بيقدم اقصى ما عنده وافضل ما عنده. طب تعالى نشوف مين اللي اتكلم عن ياسر ابراهيم عشان نشوف القصه دي بدات منين، وهنتناول معاكم بعض الاعلاميين اللي لهم كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي، لكن ما يتعلق بالنادي الاهلي وما يخص النادي الاهلي الخبر المغلوط المؤلف هنقف عنده بشكل كبير جدا. وتعالوا نشوف اول فيديو معانا للكابتن احمد حسام ميدو وهو بيتحدث عن ياسر ابراهيم. غيابات الاهلي، الاهلي عنده غيابات بعضها للاصابه بعضها فني وقرارات فنيه لكولر. ياسر ابراهيم لاسباب فنيه الراجل مش مقتنع بيه، واضحه انك اول ماتش في الدوري والماتشات اللي فاتت ما بتاخدش لعيب مش مقتنع بيه في التمرين. بيرسي تاو طبعا لسه راجع للتدريبات الجماعيه. هو ده الاستنتاج بقى اللي انا بتكلم فيه. كابتن ميدو المفترض لعيب كوره ولعب على مستويات كبيره في الدوريات الاوروبيه، يمكن ما كملش بشكل كبير واعتزل عند 29 30 سنه لاسباب متعلقه بكابتن ميدو، لكن المفترض كابتن ميدو لعيب عنده خبرات كبيره جدا، يبقى عارف ان دي بدايه موسم. ما ينفعش تطلع من لاعب كره كبير يجي يقول ان ياسر ابراهيم مش موجود في اول ماتشين، فاذا الراجل مش مقتنع بياسر ابراهيم. طب ودلوقتي غير قناعته؟ اللي دلوقتي ياسر ابراهيم موجود في القائمه، الطبيعي ايه على كلامك وعلى استنتاجك ان هو غير قناعاته؟ ده بيؤكد ايه يا جماعه؟ ان الكابتن ميدو اول واحد عندنا في قصه ياسر ابراهيم ما كانش عنده المعلومه، فاجتهد فتوقع، فتوقعه طلع خاطئ. وهنا احنا بنتكلم بحسن النوايا، احنا ما رحناش ابدا لسوء نيه حتى هذه اللحظه، بنتكلم بيها فارس حسن نوايا. حسن النوايا ماشي، نمشي حسن النوايا النهارده عشان اول حلقه عشان البدايه صح. احنا هتلاقونا بقى معاكم فقره ثابته دايما بنرد فيها على الاخبار الكاذبه هنا، يعني نتمنى البعض ما يخسرش مصداقيته مع الناس ويلحق نفسه بدري بدري. ننزل بقى على حسن النوايا كتير. ما هو حسن النوايا دي اول حلقه. ننزل بقى بالخبر ده، لان معانا خبر برضو عن ياسر ابراهيم كان بيتكلم في نفس الفكره وبيقول ان ياسر ابراهيم عنده مشكله دفاعيه. الخبر بيقول ايه؟ عبر كوره بلس، مدرب الاهلي لياسر ابراهيم ساستعين بثلاث مدافعين فقط هذا الموسم. ادي جامد وانت لست منهم. هذا الموسم وانت لست منهم، مفيش حته تطلع بره. انا عاجبني صوره ياسر ابراهيم اللي مختارينها. لا اللي هو ليه؟ هو في مدرب يعني ممكن يتكلم مع حد ان انا خلال الموسم بالكامل هستعين بثلاث مدافعين بس وانت مش منهم؟ يا جماعه بالراحه بس. يعني لعيب خد انذار ايقاف اصابه لا قدر الله. هم ثلاثه، انا ليا ثلاث مدافعين يا عم ياسر، هلعب انا بعد كده بشادي حسين هو الرابع، يعني هرجع شادي حسين. يا جماعه واحده 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 واحده، عشان الامور لما بتبقى حتى ما فيش مشكله يكون التعقيب ياسر ابراهيم خارج القايمه في مباراه، ياسر ابراهيم موقفه ويسعى نحسن موقفه، ده كلام بيتقال في العالم كله في الكوره، انما ما فيش حاجه اسمها انا هستعين بثلاث مدافعين بس وانت كمان مش هتبقى منهم.
لا، وحتى لو في ترتيبه فارس ممكن يكون منطقي، يعني ممكن في مدير فني بيقعد مع بعض اللاعبين يقول له انت عندي رقم واحد في مركزي، انت اثنين في مركزي. وحصلت مع وليد كابتن وليد سليمان، وهنا حتى في مصر حصلت مع وليد سليمان وحصلت مع شريف اكرامي، سواء مارتن يول او رينيه فايلر. مارتن يول قال في فتره من الفترات للكابتن وليد سليمان انت رقم ثلاثه. عمل ايه كابتن وليد سليمان؟ اول الخبر ما طلعش بره، اجتهد واصبح رقم واحد. الكابتن شريف اكرامي جاء مع رينيه فايلر وكان شايف رينيه فايلر ان كابتن شريف مش مركز، وكتب خطاب ان هو خلاص انا علاقته 31 يناير مع النادي الاهلي، فقال له انت خلاص انت عندك رقم اربعه، هعمل ايه بالقصه دي؟ فبتحصل ساعات ان انت ترتب اللاعبين، لكن تقول له انت مش معايا خلال الموسم، طب ما تضرب النار احسن. يعني انا مش متخيل والله يا اسام، بس خلاص رحنا قصه ياسر ابراهيم وشفتوا مثال لازاي تناول لاعب خارج القايمه، طب اللي جوه بقى؟ اكيد بقى اللي جوه ده دنيته كده عنب مرضى عنه، وانت موجود جوه وبتلعب اساسي يا عم مع كولر اللي لما بيجي اول موسم يقول لك انت مش معايا لاخر الموسم، يعني انت بقى لو جوه ده انت كده خلاص عديت. طب حتى اللي جوه يعني سلم؟ لا يعني ما حدش سابه برضه. نطلع نسمع كابتن محمد فاروق وهو بيتكلم عن برونو صافي. بالنسبة لموقف الشحات، شحات مختفي تماما عن المشاركة مع النادي الاهلي في الماتشين اللي فاتوا، برضه في استفسار من اللاعب من عدم مشاركته بشكل اساسي، وان كان طبعا لسه بدري على الاستفسار ده، لسه موسم طويل بنتكلم ماتشين ولسه ما ابتداش الدوري الممتاز، لسه هيبتدي ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء بمباراه النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي، وبالتالي لسه الموسم طويل. لكن بيستفسر طبعا حسين الشحات ان هو ليه ما بيلعبش، هنشوف برضو بالنسبه لموقف حسين شحات السنه دي هيكون عامل ازاي. نتمنى ان شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي، لان من واحد من اللعيبه المميزه والمهمه، لكن ايه اللي بيحصل في وقت من الاوقات بالنسبه لحسين شحات؟ صدفته امور صعبه جدا، عمليات حصلت، ممكن في وقت من الاوقات لعيب طبيعي يبعد عن مستواه، لكن ان شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي حسين شحات. كابتن محمد فاروق بيطبق نظريه كهربا على الهادي يا زبادي، اللي هو ايه؟ انا بقى مش هروح لخبر اديك بقى حاجه اللي هو انت تروح ماسك فيها على طول، زق كده يعني في وسط الاخبار، زق كده. حسين الشحات ماله؟ حسين الشحات طبعا الحمد لله ده ما تقلوش انت بره خالص، ده راح كده بس يا جماعه انا موجود ولا هلعب اساسي ولا ايه؟ حسين الشحات يا جماعه لاعب كان مصاب حوالي اربع شهور، بدا يدخل الفريق، هل بيخرج بره القايمه؟ لا ده بالعكس، كولر بالنسبه لي انا ابدا قناعات فنيه بحسين الشحات، تعال انت من البدايه معايا. طب ايه هتبدا تاخد بديل في ماتش ايه الاتحاد المنستيري، يعني ماتش مهم جدا، وينزل حسين الشحات ويساهم في هدف تم الغائه، فحسين الشحات موجود. تخيل حسين الشحات اللي طبيعي في العالم كله لاعب بقى له اربع شهور ما بيلعبش، هيروح جاي الكولر؟ يا عم كولر ما بلعبش اساسي ليه؟ في كده يا جماعه في الدنيا؟ ابدا حسين الشحات مع ياسر ابراهيم مع فلان مع فلان مع فلان، اعمل حاله في الفرقه غير طبيعيه. يا جماعه خدوا نفسكم، يا كابتن محمد فاروق الخبر جالك الله اعلم مصدره ايه، لان المصادر كتير جدا، فلتر فكر هل ده خبر طبيعي؟ انت راجل لعيب كوره منطقي بالنسبه لك ولا يا جماعه ايه اللي انتوا جايبينه لي ده؟ حسين الشحات ايه اللي هيطلع يسال عن مشاركه اساسي والناس لسه ما لعبتش ولا ماتش في الدوري؟ ده هم ماتشين في افريقيا كان وقتها ونزل شارك في مباراه من نوعهم والراجل اربع شهور بعيد، يعني انتوا عايزين نطلع اقول خبر بالشكل ده؟ لا كابتن محمد فاروق 10 على 10 يا ابني، ادي الخبر. احنا هنمشي دي عشان احنا قلنا حسن نيه. دي حسن نيه ازاي؟ ماشي. هنمشيها، انت اصل الخبر جالك ومش الخبر ايه اللي جالك. عندك اثنين حسن نيه. كده ناخد ثلاثة حسن نيه بس، ده هتبقى ثلاثة في واحد. موضوع بقى زياد طارق وموضوع محمد محمود. يعني كأن زياد طارق ومحمد محمود في كل فرق الدوري، في كل لعيبة الدوري، هم فقط لا غير اللي تم استبعادهم من أول مباراتين. ما بدا يعني ما خدناش ان الموسم طويل، لا زياد طارق ازاي ينزل قطاع الناشئين، محمد محمود ازاي ينزل قطاع الناشئين، وهات لي يا ابني عندك يعني وكيل محمد محمود، تليفونات هنا وتليفونات هنا. طبعا له كل التقدير والاحترام ان هو بيقوم بشغله وبيحترم كان اسمه النادي الاهلي، واكيد حريص على يعني لاعبه محمد محمود وهو الكابتن نادر شاوي، لكن القصه كلها ان ليه كم الاهتمام ده بلاعبي النادي الاهلي فقط لا غير؟ طب ما في لعيبه ثانيه كباتن فرق اخرى بدون انديه دلوقتي، في لعيبه تمردت على ناديها واستبعدت من التدريبات ومحدش بيتكلم، في لعيبه عايزه تجدد عقودها بارقام مبالغ فيها ومحدش بيتكلم. بيرسي تاو، فاكرين بيرسي تاو السنه اللي فاتت وازاي النادي الاهلي يجيب لاعب من غير ما يعمل كشف طبي عليه؟ في انديه جابت لعيبه محترفين حاليا مصابين، ليه محدش بيتكلم؟ لان مش هينفعوا يتكلموا،
هم يتكلموا فقط لا غير عن النادي الاهلي. يمكن هم شايفين ان النادي الاهلي الاكثر شعبيه، وبالتالي الحديث عن النادي الاهلي هيعمل لنا مشاهدات وهيخلي للبرنامج ممكن يجي له اعلانات. طب هنتكلم عن النادي الاهلي بالايجاب، ما احنا مش هنعرف نعملها، طب نعمل ايه؟ نتكلم عن النادي الاهلي بالسلب، لدرجه ان احنا ممكن نكرر الخبر اكتر من مره. الكابتن محمد فاروق بتاريخ 17 اكتوبر وبتاريخ 19 اكتوبر بيستعرض نفس الخبر كان ما مرش عليه جديد. يعني احنا يا جماعه عندنا ايه النهارده؟ والله الاخبار قليله شويه، هات لي يا ابني خبر زياد طارق ومحمد محمود دخلوا لي. فتعالوا نشوف الفيديو اللي اتكرر في يومين، الخبر بيتقال على يومين 17 و19 تقريبا، كان حد وثلاث. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. محمد محمود وزياد طارق حتى الان كولر مصمم على عدم تواجدهم في التدريبات الجماعيه وان هم يتمرنوا مع فريق الشباب في النادي الاهلي، وان كان طبعا كان في بعض العروض جالهم بالاخص فيوتشر، ولكن النادي الاهلي رفض على امل ان يكملوا مع المدير الفني، لكن ده ما حصلش. المدير الفني خلاص مركز مع المجموعه اللي معاه والشكل اللي معاه. رفض كولر بوجود زياد طارق وايضا محمد محمود في الفريق والتدريبات، الراجل مصر جدا على الوضع ده، ان هو كمان عايز ينزلهم لفريق 2001 يتمرنوا معاه، ولكن طبعا حاجه هتبقى نفسيا للاثنين لعيبه مش حلو. وان كان طبعا زياد طارق بمستوى اللي ظهر بيه مع النادي الاهلي الموسم الجاي، يعني الراجل برضو يعني شاب وظهر بمستوى جيد والناس اتكلمت عليه، احنا نديله بقى، يعني هي دي فكره، انت تحاول تديله، تحاول تخليه رجله في الملعب، يعني نفسيته كمان تعليها، عشان ده يعني برضو موهبه واعده جايه في الطريق النادي الاهلي يستفاد منها. محمد محمود برضو لعيب كويس جدا، اصابته ممكن بعدته فتره طويله، لكن برضو تحاول تجيبه، ما تحاولش ان انت لما تنزل لعيب بيلعب في الفريق الاول او ناشئ طلع الفريق الاول وظهر بشكل كويس تروح منزله كده تاني، بتاثر على نفسيته يعني مليون في الميه. والله انا بعتذر جدا للكابتن محمد فاروق، التواريخ ما طلعتش حد وثلاث، هي طلعت 2 و4، فهو شغال 2 و4 على زياد طارق ومحمد محمود. يعني نشوف بقى الاثنين الجاي والاربع هيشتغل على برضه زياد طارق ومحمد محمود، ولا ممكن يغير ويروح لحسين الشحات وبرونو سافيو، يعني عشان نبقى فاهمين هو شغال 2 و4 ايه بالظبط. طيب عندك حد وثلاث، ينفع تاخد لعيبه ثانيه كابتن فاروق؟ كابتن فاروق تعبان جدا جدا لنفسيه محمد محمود ونفسيه زياد طارق، وكان اللعيبه طلعت اشتكت من اول الاستبعاد كده. بالمناسبه الكابتن نادر شوقي وكيل الكابتن محمد محمود اتكلم وقال احنا ما عندناش ادنى مشكله ان محمد محمود ينزل يلعب في قطاع الناشئين، وما عنديش ادنى مشكله ان محمد محمود يتم استبعاده فتره من المباريات، وهنقعد نتكلم مع كولر لان نفهم القصه ايه وايه اللي ناقصه ايه. المهم ان قطاع الناشئين حاليا او اتحاد الكره حاليا اصبح لا يسمح باللعيبه الكبار تنزل تشارك في قطاع الناشئين، فهنا القصه باختصار شديد. طيب في قناعات بمدير مدير فني عنده قناعات بلاعبين وعنده قناعات بلاعبين اخرى، او قناعاته قليله بلاعبين اخرين، ده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل دوريات العالم، بيحصل في كل يعني انديه العالم. في النهايه ركز على اللي موجود، لكن حتى انت لما بتركز على الموجود بتركز على الموجود بالاخبار السلبيه اللي هو ايه؟ هنجيب اللي بيتم استبعاده. طب ما نفعتش معانا 2 و4 يبقى حد وثلاث ندخل في حسين الشحات اللي موجود. طب ما نفعتش ناخد بقى السبت والخميس ما هم فاضيين، فنقوم واخدين برونو سافيو اللي بيشارك وهكذا. طبعا موضوع صعب جدا، ومش اول مره نجيب الكابتن محمد فاروق معانا هنا في البرنامج، ويبدو ان هو مصر ان هو يكون ضيف معانا طول الوقت بالاخبار دي بحسن النيه. بحسن النيه ازاي بقى؟ ما هو انا بحسن النيه، انا ختمت بحسن النيه. نسفت حسن النيه، نسفت حسن النيه. عندنا بقى مهيب عبد الهادي وعلى نفس التكرار. بصوا يا جماعه كل ده في كام؟ احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم اول اسبوع، الاسبوع الاول من الدوري. يا نهار ابيض، انت متخيل كل ده بيتعمل مع النادي الاهلي في الاسبوع الاول من الدوري؟ طك انزل، ما تخليش حد في النادي الاهلي يقدر يشم نفسه، هنحوطك بكل شكل اخباري. نطلع ونشوف مهيب عبد الهادي كان بيقول ايه. قررت اداره الكره بالنادي الاهلي مراجعه كل العقود، كافه عقود اللعيبه في النادي الاهلي، وده بعد طبعا علم مسؤولي النادي بوجود اغراءات ماليه كبيره لاربعه من نجوم الفريق للرحيل لفرق في الدوري، او فرقتين بالاخص في الدوري، فرقتين في الدوري الممتاز. يعني كويس ان انت تامن لعيبتك وتحرك من بدري، تبقى عارف. طبعا النادي الاهلي عنده يعني لعيبه مهمه جدا وتصنع الفارق، لكن مش موجوده في الصوره. انت عندك محمد محمود النهارده وزياد طارق نزلوا التمرين،
عندك ميسي، محمد محمود وزياد طارق يلعبوا، يعني ثلاث لعيبه يلعبوا. طيب يبدو ليك، طب ما الراجل بيقول تجديد عقود او مراجعه عقود، يا جماعه عقود ايه اللي بتتراجع مع بدايه الدوري؟ يعني انت كان عندك فتره انتقالات قبلها، ممكن جددت حافظت على لاعبين، لاعبين طلعت عشان بعض الانديه عايزه تاخدهم، لعيبه انديه هتاخد ايه؟ يعني انديه ايه؟ احنا عندنا فتره الانتقالات في يناير وانت لسه في الاسبوع الاول من الدوري، مش تبدا حتى تدي نفسك كنادي فرصه تشوف مين هيتحرك، مين انت في اعتماد عليه اساسي، مين بيأدي معاك تقدر ترفع له عقده؟ ولكن لا، طيب هنا بقى الخبر ده، ركز معايا في الحته دي، ده تقريبا ده اترفع له عقده وانا عقدي، طب انا باخد قليل، انا باخد كتير، انا باخد شويه. يا جماعه برضو نفس الفكره، المهم ان يحصل لازم جدل في حاجه تخص عقود النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي. بص دايما وابدا كده هتلاقي في استقرار فني للنادي الاهلي، هتلاقي الاعلام بالصوره اللي احنا جايبينها دي من اول اسبوع بنشتغل بالقصه دي. قلت لكم 2/4 كابتن محمد فاروق تقريبا يوم السبت كان بيتكلم في فيديو، بس الفيديو ده مش هينفع ناخده بهزار، لان بجد الفيديو ده محتاج ان هو يتحول للنيابه، يعني نشوف الفيديو ونرجع نعقب. نبتدي ببرونو سافيو بقى. ثلاثة. سببك ايه؟ ايه السبب انك تديله ثلاثة؟ لان ده لعيب برازيلي المفروض يبقى اعلى من كل اللعيبه اللي موجوده دي، سواء عندنا او عندهم. فلما يبان بالشكل ده، لا ده انت مش برازيلي. هو انت شايفه يعني مش جيد؟ لا يعني النهارده ما انت اعمل حاجه زي كينو مثلا كده، خد واحده طول الماتش. ما حصلش النهارده كده. لا حصل، ما حصلش. حتى لمسه ما فيش اي لمسه، البصتين اللي هو بقى عملهم اتقطع يا فاروق. فاحنا بقول لك ثلاثه لان المفروض يبقى مميز، انت لعيب برازيلي وانت عارف بقى اللعيب البرازيلي يتنطط على الكوره يغير اتجاهاته يبقى قرد. فانا انت شفت قرد النهارده؟ طيب يبقى ما كلش موزه بلا. لا لا خالص يعني. طب هنفترض ان احنا ناخد كلام الكابتن رضا عبد العال فعلا بحسن نيه، وان الراجل بيتكلم قرد في الكوره، يقول لك واد جن مصور كده في الملعب، خاصه ان تسلسل كلامه بيقول ان ده اللاعب البرازيلي المفترض يكون عنده المهاره عاليه، المفترض المفترض المفترض. وان كان الكابتن رضا عبد العال من اكتر المحللين اللي بيطلعوا في الفضائيات يتنمر على كل لاعبي الدوري المصري، مش فقط النادي الاهلي فقط لا غير، ومدربين وجماهير اي حد، التنمر عند كابتن رضا عبد العال غايه ووسيله في نفس الوقت. لكن الكابتن محمد فاروق هو بيسالك، اعتبره يا اخي كان بيسالك بحسن نيه، ان اللعيب جن مصور في الملعب، اللعيب بياخد الكوره لا رقص ولا نطق ولا باين لي مهارات برازيليه، المفترض يكون قرد في الملعب، تقوم انت رايح للمعنى السيء للكلام فتؤكد ان الكلام طالع من ثنائي بيقصده الاهانه للاعب في صفوف النادي الاهلي، والموضوع ده بيتكرر اكتر من مره. وهنا مش هقدر بقى اقول انا اسف او نهزر او نقول ده حسن النيه، لان ده اساءه ادب ملهاش معنى تاني من الكباتن ضد لاعب في النادي الاهلي وفي اي مكان، في اي مكان المفترض هذا الثنائي يتم ايقافه او يتم عقابه، لان ما ينفعش يتقال انت شفت موس في الملعب. يا جماعه الموضوع ده يعني عنصري ملوش مكان اصلا في كره القدم، الناس في عالم كره القدم كله بيحاربوا هذه العنصريه، احنا اللي المفترض شعبنا اصلا المفترض يبتعد عن فكره العنصريه دي، لا احنا جايين بنرسخها وبنطلع نعرضها على الشاشه، فموضوع صعب جدا وما ينفعش يتاخد بحسن نيه. واللي ينفع فقط لا غير او اقل شيء ان الكابتن محمد فاروق يطلع يعتذر، يطلع يقول انا اسف انا غلطت، ما يصحش ان انا يطلع مني كده وانا على الشاشه والمفترض بيشوفني عدد من الجماهير ايا كان عددهم، لكن ان الكلام يكون بالسهل كده وسهوله تنمر ولا ما شفتش حد بياكل موز، يعني رايحين لسكه صعبه جدا. وبرضه بنقول من اول الموسم مش هنسمح بده، وهنقف عند كل خبر وهنقف عند كل موضوع وبالتاريخ وباليوم. يا اما الساده الزملاء يتراجعوا عن السياسه اللي بينتهجوها مع النادي الاهلي، يا اما احنا هنفضل مصعدين كده طول الوقت. هي ليست فقط إساءة أدب، إنما هي إساءة أخلاق وإساءة للمهنية وإساءة للمكان اللي أنت قاعد فيه. وإن كنت أنت بتبحث أنك تصنع مشاهداتك عن طريق هذه الإساءات فسيء لأي حد، وإن كان مرفوض أصلا الإساءة لأي حد، بس بعيدا عن النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده جمهوره الكبير قوي، عنده إدارته الكبيرة قوي، عنده لاعبين محترفين لهم قيمة، و لا يمكن أن يعاملوا بهذا الشكل اللي يتم فيه الإساءة بالمصطلحات العنصرية. اللي أنا عايز أقول لك يا أخي، أنت تحترم نفسك إزاي لما تلاقي نقل خبر عنك ولا تصريح عنك في صحف أجنبية إن دي طريقة تعبيرك أو وصفك للاعب إن هو أداؤه سيء لأنه كل موز أو ما كلش موز؟ ده شيء يعني قميء،
شيء غير إنساني بالمرة، شيء غير مهني بالمرة. وإحساسي إن أنت لو تدرك مصيبة وإن أنت لا تدرك أصلا إن ده شيء خطأ، فيبقى أنت غير مؤهل للمكان اللي أنت قاعد فيه بالمرة، لأن أنت مش عارف أبسط أكواد ومعايير العمل الإعلامي، إيه اللي يمكن أن يقال كمصطلح واللي لا يمكن يتقال، وإن كان مش إعلامي بس ده إنساني على المستوى الإنساني. لما شفنا جونيور في ريال مدريد تم التنمر عليه بطريقة احتفاله إن هو احتفال ده يليق بكذا أو يشبه كذا، لا كان وقفة كبيرة جدا من كل الصحف وتضامن ونبذ لهذا المصطلح العنصري، وطلع الناس قالوا احنا ما كانش قصدنا هذا المفهوم او ما كانش كذا، وكان اعتذار غير مقبول من المرة، واكدت إدارة ريال مدريد ان هذا التصريح او هذا الاعتذار غير مقبول. فانت بالتالي بالنسبة لنا احنا غير مقبول. ولكن انا عايز احطك انت كمحمد فاروق في حاجة، لان انت كل شوية يجي يا أسامة يكتب ايه النادي الاهلي، بالتوفيق للنادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي الكبير. هو النادي الاهلي عظيم غصب عن اي حد، النادي الاهلي كبير غصب عن اي حد، مش بالعافيه ده بتاريخه. انما لما انت تيجي يا سيدي انا مش عايزك تشيد بيا، انا عايزك تبطل اساءتك ليا وتبطل ايذائك ليا، لان ده نوع من الايذاء. شوف انت رصيدك عند جمهور النادي الاهلي اصبح صفر، شوف تعليقات جمهور النادي الاهلي على كتابك دي، على كتاباتك دي، وانت هتعرف موقعك من جمهور النادي الاهلي ايه، لانك طول الوقت اداه أداة لضرب النادي الأهلي. على الجانب الآخر حد عايزكم تسمعوه وتسمعوا كان بيتكلم عن إيه، عن برونو سافيو طبيعي لاعب في البداية، عشان هتكلم في شق مهم جدا فنيا وشق له علاقة بالمقارنة باللي بيعمله محمد فاروق. نطلع ونسمع. اللي عجبني كتير في فرقة الأهلي، وأنا آسف إن هتكلم على الأهلي أكتر شوية، نعم اتفضل، إنه الريتم عالي، السرعات زايدة بتزيد، الانتشار كويس جدا في الملعب، ودي من اساسيات الفرق الكبير اللي تخليك تأدي بشكل كويس. لو هتلاحظ على الجول هتلاقي قبل الجول 14 نقله. مظبوط، ال 14 نقله صحيحه دي ما تجيش غير بانتشار كويس. نعم، لو تعادل ال 14 نقله هتلاقي كل باصه بتطلع من افشل هنا لده لهنا لاكرم وبترجع طالعين بانتشار كويس. فالانتشار كابتن نجيب لك من اولها، الانتشار اساس انك شايف زميلك وفي بصيره، فالامور بقت سهله جدا. واكتر تحرك ممتع فيه بعدلة سافيو عشان يستلم ويباص لكريم. طبعا شكل الكره ميته، لكن كريم عمل حاجه عظيمه جدا. نعم صحيح صحيح، عمل حاجه عظيمه. صحيح. يعني تقدر عند طبعا تقدر عند الجمهور، لكن تقدر عند المدربين بشكل كويس. نعم، الفايتنج اللي عنده، الاصرار انه يعمل التاكلينج بالشكل ده، التاكلينج ده مش اي حد يعمله. اللي هو بيجيب فيه الكوره من غير فاول، بدون فاول. التحرك الرائع بتاع شادي حاجه. انت راهنت على شادي؟ انا راهنت، براهن عليه بقى لي سنتين، لكن هو ما شاء الله التحرك انه ياخد الخطوتين لتحت. ايوه، فخلى الجون مفتوح خلاص. لا انت لما تيجي تعلق تقول ده جون سهل، اي حد يجيبه. انا واخده جون الاسبوع. لا يقول لك ايه اي حد يجيب الكره دي، ما الجون فاضي. لا الجون فاضي، اي حد او 90% من الفراوده بيروح ورا المدافع، هيفضل واقف. كابتن ضياء السيد متجرد. يعني ايه متجرد؟ الراجل طالع، راجل كان مدرب في منتخب مصر، راجل عنده سي في يخشى عليه، راجل عنده اصلا في الحياه ما يخشى عليه، لان هو طالع بيتكلم بيدي اللعيبه حقه. لاعب زي سافيو عارف ان هو في البدايه بيقول لك لا، هو اللي راح بيقول لك بص على دوره عمل ايه وعدلته في الاستلام وازاي طلع الكره زقها لكريم فؤاد، وبيديك فكره انه طبيعي ده تقييم مناسب لبدايه فريق في الدوري. على الجانب الاخر هنا اللي عايز اقوله، ما هي العين بتشوف اللي جوه واللسان بيطلع اللي جوه، الاثنين، العين بتشوف اللي جوه، هو اللي بيوجهك هتشوف ايه، هتشوف الكويس هتشوف الوحش، واللسان بيطلع اللي جوه. كابتن ضياء السيد، وانا هروح مباشره، هو تربطه علاقات اسريه وعلاقات عائليه بكابتن هناء حمزه، وانت في قضيه معروفه جدا ومثاره وخلاف ما بين الاهلي وما بينها. كابتن ضياء السيد بكل تجرد كان من ايام في لقاء اعلامي الراجل اتكلم لما اتسال عن علاقته بالنادي الاهلي، قال النادي الاهلي بيته.
اتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي، اتكلم عن تاريخ رموز النادي الأهلي اللي موجودين سواء في الإدارة إداريا أو هم موجودين كلاعبين. لما اتكلم على حتة، ودي رسالة الكابتن محمد فاروق، إن هو بره النادي الأهلي وبيجي مدربين مساعدين وما بيكونش موجود. الراجل قال الأهلي اداني كتير، هو أنا لسه ما خدتش من النادي الأهلي؟ ما أنا خدت من النادي الأهلي، خدت شهرة وخدت اسم، اتجوزت بسبب النادي الأهلي، طبعا كان سبب بعد ربنا عز وجل، اتجوزت، ركبت عربية، اشتغلت، مدربين، لما بطلف في حتة وبيتقال ده كابتن ضياء السيد بتاع النادي الأهلي، هو خايف على الربط ده، كابتن ضياء السيد بتاع النادي الأهلي، هي دي. وعشان كده في فرق جدا ما بين اللي هيحافظ على ده وما بين اللي مش فارق ده، لاعتبارات شخصية تانية والاعتبارات بقت مفهومة جدا للجمهور وأجندة واضحة، بس بنبين الفرق ما بين النموذج ده وفرق ما بين النموذج ده. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد، وفقرة فاروم. فقرة فاروم، واحنا هنا كنا دايما بنعتمد على قصة التحكيم، وكنا مع النادي الأهلي في المطالب دائما وأبدا ان يجي رئيس لجنة حكام اجنبي يطور من لجنة التحكيم، وكان لنا مواقف مسجلة في القصة دي بشكل كبير جدا. وانا قلت لكم قبل كده، اللي يقولك التحكيم المصري مش بخير من سنتين، قلت لكم والله العظيم ما بخير. ولما جاء كلاتنبرج مع نهاية الموسم الماضي وعمل اول فيديو لتحليل الاخطاء، طلعت وقلت اخشى على كلاتنبرج من انه يكون النسخة المصرية لكابتن عصام عبد الفتاح. الحقيقة انا بقيت اخشى، لا ده انا بقيت كمان على مشارف ان انا اقتنع ان كلاتنبرج اصبحت ايامه معدوده في كره القدم المصريه. هنتكلم عن النقطه دي، ولكن خلينا نتكلم الاول ان كلاتنبرج طلع ايضا بفيديو يحلل بعض الاخطاء التحكيميه، وكانت الاخطاء التحكيميه اللي شبه متفق عليها من اراء خبراء التحكيم، وطلع النهارده في فيديو يا فارس، وممكن برضو نستعرض الصور بتاع الحالات، اتكلم عن لقاء الاهلي ولقاء والاسماعيلي والزمالك وسموحه، واستعرض منهم بعض الحالات، وتقريبا استعرض الحالات اللي هو متفق فيها مع اراء حكم الساحه. بص، هو كلاتنبرج بيعمل تجربه، انا بالنسبه لي ده شيء جديد وكويس ان انت بتعمل تجربه تعرض فيها الحالات اللي كانت فيها اثاره او الحالات اللي هي مهمه في الاسبوع، ولكن التجربه عشان تبقى صح ليها ضوابط معينه. طبعا ده هنا طرد طاهر، محمد طاهر منح الحكم بطاقه حمراء ضد احد لاعبي الاهلي اللي هو طاهر، بعد المراجعه وافق حكم الفيديو المساعد على القرار الميداني الحكم، وهنا ده قرار متفقين كلنا عليه وطبيعي. كلاتنبرج ماشي بيجيبه بيقول ان القرار كان صح لان هي لعبه طرد، ممكن الجمهور يكون بيقول لا مش طرد، فهو الراجل بيقول رايه. لعبه ثانيه هنا لجنه الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعب، حيث ان ذراع المدافع دي الكره اللي كان فيها ركله جزاء على نادي الزمالك، ولكن هو قال ان ذراع المدافع داخل جسده ولم تعمل على تكبير الجسم عند اصطدام الكره بذراعه، وهنا هو رايه ان الكره فعلا ما فيهاش ضربه الجزاء. قال الحكم استأنف اللعب بعد ان اصطدم الكره بذراع المدافع، راجع حكم الفيديو المساعد الحاله ووافق على قرار الحكم باستمرار اللعب. يعني الحكم حتى ما استدعاش الحكم المساعد الفار، ما استدعاش حكم الساحه الرئيسي عشان يقول له اللعبه فيها ضربه جزاء. دي حاجات يعني انا عندي تحفظ على اللعبه الخاصه بضرب الجزاء محمد عبد الغني. لجنه الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعبه حيث سقط، هنا برضو شاف ان مفيش ركله جزاء لنادي الزمالك باحثا عن ركله الجزاء بملامسه صغيره من خصمه، راجع حكم الفيديو المساعد التنافس واوصف باجراء مراجعه ميدانيه، قام الحكم بمراجعه الحاله واستمر في قراره الاصلي باستمرار اللعب. يعني هنا ان الحكم المساعد او حكم الفار كان عنده راي يخالف حكم الساحه، ولكن حكم الساحه ايد القرار الخاص بيه هو، وكلاتنبرج طبيعي شايف ان حكم الساحه كان صح. ولكن هل دي بس كانت الحالات؟ بص انا عايز اقول لك ان انا يعني مختلف معاك في كره محمد عبد الغني، لان انا شايفها مش ركله جزاء كره محمد عبد الغني، لان كانت ايده داخل نطاق الجسم وما كبرتش الجسم، ومختلف ومتفق مع الحالات اللي تم عرضها، لا ركله زيزو ركله جزاء ولا لمسه يد محمد عبد الغني ركله جزاء، ولا اقدر اختلف على طرد طاهر محمد طاهر. لكن خلونا بقى هنا نكون واضحين، والكلام ده احنا بنقوله فين؟ بنقوله على شاشه قناه النادي الاهلي. لما نيجي نتحدث عن تحكيم، دورنا هنا اننا نجنب الالوان والانتماءات طبيعي. احنا بنتكلم في تطبيق قانون. اللي انا شفته النهارده من فيديو تحليل كلاتنبرج اكد مخاوفي، وتقدروا ترجعوا للحلقه اللي اتكلمنا فيها بعد اول فيديو لكلاتنبرج، ان هو نسخه اجنبيه من كابتن عصام عبد الفتاح، ان هو هيروح للحالات
اللي معظمها هيكون في شبه اجماع من خبراء التحكيم على ان القرارات دي سليمه، لكن لو انا بقى عايز التجربه تنجح وفعلا عايز اوصل رساله للمشاهد وللمسؤولين في الانديه وايضا لحكامي، لازم اجيب كرات كان عليها جدل كبير جدا انا تجاهلتها، وعشان احنا في قناه النادي الاهلي انا هبدا لك من النادي الاهلي، هبدا لك من لقطه طاهر في الدقيقه 35، اللقطه دي طلع بعض خبراء التحكيم قالوا تستحق الطرد، وبعض خبراء التحكيم قالوا تستحق انذار. انا هنا مش حكم ولا خبير تحكيم، لكن بما انها لقطه جدليه ويمكن حتى يعني بعض المذيعين في قناه الزمالك قالوا انها تستحق انذار فقط لا غير، لكن انا بقول لك طالما في لقطه اثارت جدل خبراء التحكيم والاعلام الرياضي، انا مطالب كرئيس لجنه حكام عايز اشتغل شغلي صح ان انا اجيب اللقطه دي. اللقطه الثانيه في مباراه الزمالك وسموحه، وهنا فخ كبير جدا، انا قلت لكم متفق مع ايه؟ ان كره محمد عبد الغني ما كبرتش الجسم، حتى لو كانت مايله يمين مايله شمال مش هروح بعيد. الكره دي ليه ما جاتش؟ الكره دي ليه كلاتنبرج ما عقبش عليها؟ لمسه اليد الواضحه دي الكره اللي نازله على دراع محمد عبد الغني، طب هاتها وقول مش لمسه يد، يعني هاتها وقول ان دي مش ركله جزاء، يبقى اسمك عقبتها، لكن انك تتجاهل فانت هنا في مشكله، انت مش هتقدر تقول راي يتفق مع راي الحكام اللي كانوا موجودين. ودي نفس القصه مش في مباراه الاهلي اساسا، وحاجه غريبه جدا احنا فجاه كده لقينا الجول دخل وحد وقع على الارض ومش عارفين ناخد قرار. فانا هعذرك في دي، انت مش عارف تاخد قرار، هنجيبها في التصوير، هنجيبها في اي حاجه، لكن دي قرارات جدليه. فلو انت طالع عشان تجيب القرارات اللي عليها شبه اجماع يبقى التجربه فاشله. وهنا لو التجربه فشلت، ورجعوا برضو لكلامنا، احنا لما بنقول كلام بنبقى بنحتاجه بعدين. قلنا لما التجربه فشلت ان انت تعتمد على خبير تحكيم اجنبي مش معناه انك تيجي تهد التجربه وترجع لخبير تحكيم مصري، لا، معناه انك تجيب خبير تحكيم اجنبي اخر يكون اكفى، معناه ان زي ما بتاخد كريدت على اختيارك لروي فيتوريا يا كابتن حازم، يبقى يتقدم لك النقد على اختيارك لكلاتنبرج لو فشل كلاتنبرج في اداء مهمته. ومش هنسمح ان يتم افشال كلاتنبرج سواء نتيجة إمكانياته أو نتيجة الحرب الداخلية، وبقولها وبعني الكلمة الحرب الداخلية من بقايا لجنة الحكام ضد كلاتنبرج، إن احنا نرجع تاني لخبير تحكيم مصري مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل الخبراء المصريين. ولو الأستاذ جمال علام شايف إن القصة توفير دولارات اللي الحكام ما بياخدوش بقالهم 5 شهور رواتب، فأنا أقول لك أنا آسف جدا، هو حضرتك ما وفرتش الدولار ليه وأنت رايح تجيب روي فيتوريا؟ بلاش روي فيتوريا، ده منتخب مصر الأول ولازمه أجنبي، طب المنتخب الأولمبي ما وفرتش دولاراتك ليه ورحت جبت مدرب مصري للمنتخب الأولمبي؟ وإحنا عندنا نجاحات مدربين مصريين تحديدا مع المنتخبات الأولمبية، فهتيجي عند كلاتنبرج وتقول لي أصل أنا هنا بوفر دولارات؟ لا يا فندم، ده غير مسموح وغير مقبول بالمرة. أنت توفر الدولارات دي من شغلك، من انك انت تجيب رعايه لكره القدم المصريه، من انك تدير المسابقه بشكل كويس. ورساله الكابتن حازم، زي ما بيتم الاشاده بيك في اختيار روي فيتوريا، لن نسمح اننا نعبر او نمر مرور الكرام في اختيار كلاتنبرج. فشل كلاتنبرج هو فشل اللي اختاره وليس فشل كلاتنبرج، هو فشل المسؤول عن اللعبه. ولو كلاتنبرج فشل لازم يجي رئيس لجنه حكام اخر اجنبي. مش هنسمح ان انتوا تضغطوا على النادي الاهلي، لان دي احد مطالب النادي الاهلي اللي هي بتحقق العداله، ونبدا نجيب رئيس لجنه حكام فاشل. ما هو فاشل يا عم، هو فرق ايه عن المصريين؟ نرجع بقى نجيب عمنا المصري وخلاص. وده هدف. طبعا. بص انا عايز اقول حاجه، احنا كده متفقين في حته حساسه جدا تخص كلاتنبرج، لان انا شايف ان ده الجيم اللي هو بعد كده، انا مش باصص كمان للجيم دلوقتي، انا باصص لجيم جاي. بمعنى ايه؟ بصوا يا جماعه، اي معادله في حكم هو طور فاكون انا راضي عنه والانديه راضيه عنه وشايفين احنا كلنا ان هو احدث تغيير، وفي حكم ممكن احنا كلنا نبقى شايفين او مجمعين ان هو بيدير لجنه التحكيم وكل مجمع ان هو عنده اخطاء وعنده مشاكل، تمام، نشوف اللي ما عندوش اخطاء. وفي معادله صعبه جدا اللي هي معادله كابتن عصام عبد الفتاح، عشان كده انا مش عايز اقارن بيها دلوقتي، لان ده الفخ. ليه بقى؟ كابتن عصام عبد الفتاح معادله غريبه، كل بيقول ان في مشاكل وعلى راسهم النادي الاهلي، وعندك طرف واحد شايف ان مفيش مشكله وبيزكي كابتن عصام عبد الفتاح وبيدعم كابتن عصام عبد الفتاح. فالمعادله دي انا خايف منها. انا بالنسبه لي قلت حاجه واضحه جدا، انا فرقش معايا فكره ان كلاتنبرج جنسيته تضمن له النجاح، مفيش في الدنيا كده، والمعيار الثابت عندي ان يجي رئيس لجنه التحكيم يحقق العداله. ولكن ده السؤال، ماذا بعد لو كلاتنبرج
انت بتزق. هو عنده عيوب اكيد، قصور، وزي ما بنقول فكره كويسه ان انت تعمل الحالات، بس هي هدفها يا اسامه ان انت تعلمني، ان انت تيجي تقول لي لا انت كحكم وكجمهور لا الراجل ده عنده خطا كذا، فابدا احس ان فعلا هو ده هدف التجربه. بالظبط. التجربه مش احنا عمالين نتفرج على فيديوهات وحالات مع بعض ونعقب عليها، ما هو ده خلاص ايه فايدته؟ طب ما احنا بنسمع الناس. انما فايدته ان رئيس لجنه الحكام يقول لك ستوب، انا واعي وشايف الاخطاء اللي بتحصل وبقول لك ده خطا، فبالتالي تنتظر منه وعالج الخطا ازاي. طب لو انت عملت شيء كويس في التجربه ان انت عملت ده بس بتعملها في قصور هقول لك، ولكن انت عندك طيار، وانا بقول في طيار داخلي واضح وصريح هو عنده هدف الاطاحه بكلاتنبرج. ليه؟ وده السؤال. عشان انت تمشي كلاتنبرج فتيجي التجربه الأسوأ. انا كل ده مخاوف يا اسامه. فنرجع لمعادله، بدل ما حتى كلنا دلوقتي شفنا في الاسبوع الاول انت كنادي اهلي بتقول مثلا لا ده في لعبه كذا او كان مفترض كذا، نادي الزمالك طالع بيقول وده حاجه احنا ما بنسمعهاش من زمان، يبدا يطلع يقول لك لا اصل حصل كذا والحكم كذا، ويبدا في هجوم على الحكام. طب هي المعادله اللي فيها الظلم كله انا مش عايزها، انا عايز حد يجي يدير التحكيم كله صح، بس هل تستبدلها لي بالطرف اللي نرجع تاني الاهلي بيه بس المتضرر؟ هو ده اللي انا مش خايف، انا مرعوب منه. ما هو ده اللي بيتم، عشان كده انا بوجه رسالتي لكابتن حازم امام، لان الكابتن حازم امام تبنى كلاتنبرج وتبنى اختيار كلاتنبرج ودافع عن الاختيار وقدم المؤتمر الصحفي لكلاتنبرج بشكل واضح جدا، والكابتن حازم امام له موقف واضح جدا بعد يعني رحيل كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني، هو كان متمسك بيه، لكن لما جاء تم اختيار مدير فني اخر غير كارلوس كيروش، اعضاء في اتحاد كره القدم على راسهم الاستاذ جمال علام راحوا لمدرب مصري وهو الكابتن ايهاب جلال. ايه اللي عمله كابتن حازم امام؟ امتنع عن الحضور، ما حضرش، ما راحش الاتحاد. الا ايه لما حصل؟ الا لما تم اقاله ايهاب جلال. انا ليه بربط هنا بايهاب جلال؟ عشان ما يجيليش بعد كلاتنبرج رئيس لجنه حكام مصري، وقتها الكابتن حازم امام هيعمل ايه؟ هيوافق واحنا بنختار الاجنبي؟ هيوافق عن ان اختيار مدير فني اجنبي ودعم رئيس لجنه حكام اجنبي ودعمه لكلاتنبرج يروح ويبقى اصبح الامر فاشل؟ وانا عملت اللي عليا. هيختلق صراع، هيختلق صراع ما بين عضو اتحاد الكره ولاعب نادي الزمالك السابق. ما احنا مش عايزين نوصل للنقطه دي، فعايزين يا جماعه لو مش قادرين او مش شايفين ان كلاتنبرج رئيس لجنه حكام ناجح وعايزين تطيحوا بيه، جهزوا من دلوقتي رئيس لجنه حكام اجنبي. مش هنرجع للتحكيم المصري، وخاصة ما يدور عن اختيار الكابتن محمد فاروق والكابتن أيمن دجيش والكابتن طارق دري، ومع كامل احترامنا لهذه الأسماء الكابتن محمد فاروق يمكن أنا متوقع له أصلا أنا متوقع له رئيس لجنة الحكام على نهج طريق كابتن عصام فتاح. مباراة نهائي كأس مصر 2001 كان بيديرها الكابتن عصام فتاح برئيس لجنة الحكام. مباراة كأس مصر 2018 التحكيم المصري والاجنبي والصراع الشهير اللي انتوا عارفينه كان بيديرها الكابتن محمد فاروق. فعشان كده الرساله لازم تصل لكابتن حازم امام. بس الكابتن حازم امام وصل لنا رساله تخلينا قلقانين جدا من اللي جاي، ان الصراع ما بين عضو اتحاد الكره ولاعب الزمالك السابق بينتصر فيه دايما لاعب الزمالك السابق. نشوف الفيديو ده عشان تتاكدوا من الكلام، وعندنا تعقيب مهم. كانت في الايد اللي هناك، في يعني ايد هتبص تلاقي انها جايه في الايد، هتشوفها الايد اللي هي من ايده الايد الثانيه، الايد الاولانيه اهي اهي شايفين؟ اهي جت في الايد اللي خارجه بالشكل ده. شايفين يا كابتن قدام جسمه؟ خلاص جايه في الايد اهي، راحت على الايد الثانيه. طالما جت من الايد دي والايد دي كده بالشكل ده وخلاص، ما تقولش جوه جسمه. لكن بالشكل ده انا شايف ان فيها ان كان لابد الفار زي ما جابه في لعبه نادي كان لازم يجيبه. كابتن جوه جسمه. ولقينا كوره. كوره جوه جسمه يا كابتن. مش ايده دي جوه جسمه يا الايد كابتن. الايد يا كابتن جوه كابتن ايده الايد الشمال ولا اليمين يا كابتن؟ كابتن حازم الايد الشمال ولا اليمين؟ خلي بالك بس يا كابتن حازم، بس حضرتك الشمال ولا اليمين؟ الايد الاولانيه اللي هي الايد الشمال. طب بص الشمال، هات جت من ايده الشمال راحت على ايده على ايده الشمال. دي جوه جسمه يا كابتن، بص اهي دي مش جوه جسمه يا كابتن، خارجه من الجسم كده. امال دي فين يا كابتن؟ سؤال بس يا كابتن، خارجه من الجسم كده. الشمال واليمين جوه الى جانب. خلي بس يا كابتن حازم، بس خلص بس، هي الكره دي متشاطه رايحه على المرمى. خلي بالك متشاطة رايح على المرمى. تمام. يعني المفترض النهارده كان حكم المباراة، حكم الفار لو احتسب ركلة جزاء كان هذا اللاعب ياخد كارت أحمر. ترد. كابتن سؤال محدد، الكورة إيدي الشمال جوه جسمه ولا بره جسمه؟ لا كده اهي الصورة اهي. لا إيده مش كده، مش جوه جسمه كده. كده مش جوه جسمه؟ إيده خارجة. سؤال يا كابتن. أنا بس إيه اللي سؤال بس عايز أسألك سؤال. الايد النهارده الكره كانت رايحه للمرمى يا كابتن، في اتجاه المرمى. هي يا كابتن دي في بطنه يا كابتن. يا كابتن بعد اذنك بس، هي جايه
غيرت اتجاهها راحت في الايد اللي جوه الجسم. ايوه خلاص لازم يبقى في لمسه يد جوه الجسم يا كابتن. يا لا دي مش جوه الجسم. طب وضعها طبعا. هنا مش جوه الجسم. مش جوه لا كده دي مش جوه الجسم. حاضر كده مش جوه الجسم. انت شايفها جوه الجسم؟ لا دي الكره هنا منعت اليد منعت الكره من ان تمر وتعدي انتهى يعني فيها. خلينا بس نقول على حاجه انا كنت شايف ان حكم الفار لازم نشوف الكره كانت رايحه فين كانت داخل اتجاه المرمى ايا كان كان حكم الفار لابد ان يجيب الحكم ويشوف اللعبه دي. قلت قبل الفيديو ان اصراء كابتن حازم امام عضو مجلس الاداره المفترض يكون على الحياد وعلى مسافه عادله من الجميع هينتصر ولا كابتن حازم امام لاعب الزمالك السابق واسطوره جماهير نادي الزمالك هو اللي هينتصر. الفيديو ده بيؤكد لكم ان الكابتن حازم امام بيدافع عن قرار يخص نادي الزمالك. هتقول لي ليه يا عم؟ ما يمكن دي وجهه نظره زي ما انا قلت انا احمد اسامه ان وجهه نظري انها مش ركله الجزاء ومختلف مع وجهه نظر الكابتن احمد الشناوي ولكن دايما بناء على من شان خبراء التحكيم ولكن كلاتنبرج قال مش ركله الجزاء. هقول لك اه بس في حاله واحده اقدر اتقبلها من الكابتن حازم امام. هل هو في ركله الجزاء محمد عبد الغني قال طب ما تجيب لنا دي يا كابتن احمد نشوف ركله الجزاء ولا لا؟ طب هل الكابتن حازم امام لو في كره لفريق سموحه يقدر بيعترض مع خبير التحكيم وياخد ويدي معاه؟ لو شفته ده في منافس نادي الزمالك في مباراه للزمالك مع اي منافس والكابتن حازم امام اعترض او دافع عن حقوق نادي اخر غير نادي الزمالك من وجهه نظره في كره فيها خطا تحكيمي يبقى كلامي ده كله كذب، كلامي ده كله ملوش اي قيمه. لكن لما يكون كابتن حازم امام في كل مباراه وفي كل حاجه لنادي الزمالك يطلع يتحدث باسم نادي الزمالك وكانه مندوب نادي الزمالك على الشاشات الفضائيه، وما عنديش مشكله لو هو مش ذو منصب جوه اتحاد كره القدم، يعني لو هو لاعب سابق في نادي الزمالك هقول خلاص لاعب زملكاوي وبيطلع وبيدافع عن نادي الزمالك وما فيش ادنى مشكله، لكن حضرتك حاليا عضو اتحاد كره القدم اتقبلها انا ازاي؟ اثق في قراراتك ازاي؟ اثق في اختياراتك ازاي يا كابتن حازم؟ انا عارف ان احنا بنتكلم كتير عن كابتن حازم لكن هو اللي بيدفعنا لده. احنا لما بنشوف مواقف عايزين كره القدم تبقى فيها عداله، فيها تكافؤ فرص، فده الكابتن حازم اللي في وقت من الاوقات لما الشناوي وطلعنا انتقدنا موقفه مع ابراهيم نور الدين في احد المباريات من ثلاث مواسم قلنا ما ينفعش يا شناوي القصه دي وده لازم تكون انت قائد فريق اكتر من كده، طلع الكابتن حازم امام انتقد ايضا الشناوي، قلنا طبيعي جدا، لكن لما جنش ضرب لاعب وضرب واتخانق مع الهاني سليمان وضرب طفل صغير حامل كرات في وشه، قال ايه لما كان في النادي الزمالك وقتها؟ كابتن حازم امام قال يا جماعه ده كاركتر جنش وعلينا ان نتقبله، ليه علينا ان نتقبله؟ ليه؟ ليه؟ عشان لاعب في نادي الزمالك كابتن حازم؟ ارجو من كابتن حازم مراجعه نفسه لان اعتقد المواقف كترت قوي اللي بيبان فيها ان حازم امام لاعب الزمالك السابق وكابتن نادي الزمالك بينتصر دائما على حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري. بص هو طبيعي الفكره وانت بتتفرج كده لا يستقر في عقلك اللي انت شايفه ده منطقي بالمره. وهتشوف ده مشهد هزلي، مشهد هزلي ان هو بيقول رايه في لعبه ما يقول رايه في لعبه. مشهد هزلي ان نموذج لفكره تضارب المصالح. انا ازاي اقتنع ان كابتن حازم امام اللي بيعمل كده ما بيروحش على الترابيزه بتاعه الاتحاد وبيتبنى نفس الطريقه في المواقف بالزبط. خصوصا يا جماعه احنا مش ناس ماشيه بالجر شكل ولا ناس ماشيه عندها نظريه المؤامره زي البعض، احنا بنتكلم بشواهد، ما احنا شفنا في قصه ازمه المنتخب كان الكلام ايه؟ شفنا الكلام وهو بيتقال كابتن حازم عمل كذا كذا وانا عارف ان انت قلت ما تشكرونيش بس احنا بنشكرك لان خلاص انت كده كده بتتشتم، ما احنا عندنا ده، عندنا عمرو الجنايني لما كان في موقع مسؤوليه وهنا ما فيش كمان تضارب مصالح انه موجود في استوديو، لا ده في الخفاء، الراجل على كلاب هاوس طلع قال ده انا كنت بعمل وبقول وبتصل واقول له اوعى خلي بالك الحته دي القيد هتعمل، طب هنعمل، طب المديونيه، طب انت عليك، طب عايز اقيد لك اللعيبه، طب ادفع النادي الاهلي عشان يقيد كهربا بس ما دفعكش، فاحنا يا جماعه مش ناس صاحيين، انا واسامه قاعدين هنا يلا نتخانق، القصه مالهاش علاقه كده، القصه لها علاقه ان عندنا شواهد تخلينا لا يستقر في نفسنا ابدا ان اللي بيحصل ده صح. ان ما فيهوش تضارب مصالح، ان انا اصدق كابتن حازم امام هنا اللي بيدافع واللي بيقول واللي طالع يدافع عن الزمالك موقفه داخل الاتحاد ايه؟ على الجانب الاخر
هرجع واقولها 100 مره ودي قناعتنا، انا مفيش حاجه اسمها اصل ده كادر اهلاوي، كادر اهلاوي انا مش عايزك تديني اكتر من حقي، كادر اهلاوي بالعكس وجودك وانت ما بتاخدش مواقف ليها ضوابط هيجي يتحسب عليها تاريخيا يا اسامه. بالزبط. طب ما انت كان عندك فلان جوه الاتحاد وما قالش حاجه، اذا الامور كانت سليمه. كابتن محمد بركات لما اتكلم مرتين في التحكيم في عز الازمه طلع قال الانديه كلها بتتظلم. خد بالك، اما هو قال ان الاهلي تعرض لضرر بس بمبدا ايه، ما كل اتظلم. كابتن احمد الشناوي اللي ما كانش لاعب في النادي الاهلي والراجل اللي هو بيحلل بشكل محترف ما قالش كده، قال لك الاخطاء كلها في اتجاه واحد. فاذا انا كابتن بركات هنا كلامك مش منطقي. كابتن محمد بركات لحد يومين يا اسامه بيقول احنا عندنا افضل حكام في افريقيا. افضل حكام في افريقيا اللي هي بايه؟ يعني دي يعني دي شهاده حد ادها لنا مثلا نور الدين ومباراه الترجي اللي قلبت الدنيا وبأماره ان احنا بنلعب تصفيات كاس عالم منتخبات ما عندناش حكم واحد. لا بس عندك افضل كتير. حكام. فانا لما اشوف التناقض ده لا يا جماعه ما حدش يقول لي ان انا اقتنع بيه. تعالى بقى على الجانب الاخر، هي فكره دايما هتلاقي ده بيحصل قدامك في الاستوديو. نطلع ونشوف كابتن ايمن يونس كان بيتكلم ويقول ايه. الكره كابتن ايمن جت في ايده صح؟ جت في ايده واضحه. طب لو شلنا الايد دي الكره هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. بعيد تاني، انا لو شلت ايد لعيب نادي بيراميدز دي الكره هتروح في لا زاويه التصوير دي تدي لك الاحساس ده. مش دي زاويه التصوير اللي هتبينها لا ما دي افضل زاويه التصوير اللي حركت ايده ان الكره كانت هتعدي من ورا ظهره فطلع كوعه يعلق الكره. بص يا كابتن ايمن، بص يا كابتن، انا مش فارق معايا لان اتحسبت وجون وخلص. لكن انا مش دي زاويه التصوير اللي هحكم منها بعد اذنك، ادينا زاويه ثانيه. هنشوف الزاويه الثانيه بس اوضح الزاويه اللي احنا هنشوفها اللي تبين لنا ان انا لو شلت الايد دي هتيجي في سنتر. الكره دي جايه ورايا يا كابتن سمير عشان كده هو حرك كوعه عشان يمنع الكوره. نرجع ثاني كلمه انت قلتها جايه وراه، جايه وراه ثانيه، في حاجه حرك كوعه بلقمه في ذكاء مدافع. يعني هقول لو شلت ايد لعيب نادي بيراميدز الكره هتيجي في جسمه. لا لا مش هتيجي، لا هتيجي للعيب اللي وراه. احنا مش مختلفين غير انها بينالتي واتحسبت. طيب انا شايف جهاز انا كتحليلي انا الكره دي يستمر اللعب تمام يعني مش ضربة جزاء من وجهه نظري انا طبقا للصوره والتحليل الفني اللي انا بقوله كحكم. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء لسبب بسيط، الايد مش مكبره الجسم، الايد داخل الجسم مع استخدام الاندرستاندنج فوتبول اللعيب بيطلع الكره لبره. اتفضل يعني هو احنا مش هنختلف يا كابتن سمير. اتفضل. لكن احنا عايزين نقول من الزاويه دي. تعالى هنا مكاني. هنا مكاني هتبقى اوضح. هي الكره وهي معديه كده خلاص، فهو المدافع بيجري وراح معلق كوعه عشان الكره تيجي هنا. لو في الكوع ده لو الكوع ده لو بقى بره الجسم لو بره الجسم يبقى عمل جسم تاني. لو بره الجسم انما هنا الكره دي داخل الجسم، دي هنا الكره داخل الجسم. لا لا مش لا مش داخل. انا بقول لك احساسنا بقى ماشي. وانا برضو احساسي دي كحكم دي وجهه نظر كابتن. اتفضل. انما طبعا الزملكاويه كلهم هيشوفوها. لا احنا محايدين. ماشي لا انا بتكلم بيتفرجوا علينا. انا بتكلم بيتفرجوا علينا. بيتفرجوا علينا كلامي مش هيبقى عاجبهم خالص بس بتكلم كتحكيم. لا انت بتتكلم فير بوجهه نظر. كابتن سمير عثمان وصل له المفهوم، الزملكاويه كلهم وهم بيتفرجوا علينا خلاص هو باين انحياز كابتن ايمن يونس. انا نفسي بس يا جماعه خلاص كابتن ايمن يونس راجل غيور على ناديه ومختلف عن كابتن حازم لان ما الراجل مش موجود في موقع مسؤوليه، بس بما ان القصه واضح فيها الانتماءات كده انا عايز اشوف حد من محللي الاهلي. نفسي اشوف المشهد ده، قايم بيتخانق والراجل يا جماعه الراجل مش قاعد على الكرسي، الراجل قام بيشد وبيشرح وبيبين الحاله. فاتمنى ان احنا في يوم نشوف ده. بس محايدين كابتن ايمن يونس قالوا احنا محايدين. انا لو كابتن ايمن يونس قام في اي مباراه لاي فريق تاني يبقى انت محايد، لكن خلاص النقطه بس المهمه جدا ان انا لما قلت ركله جزاء محمد عبد الغني انا شايف انها مش ركله جزاء. الزملكاويه واعلام الزمالك كان بيروج في اللقطه دي في مباراه بيراميدز في الدقيقه 91 انها ركله جزاء. احنا هنا متسقين جدا مع ذاتنا، لا الكره دي تحتسب ركله جزاء ولا الكره دي تحتسب ركله جزاء ولا الكابتن ايمن يونس كان محايد ولا كابتن ايمن يونس كان محايد. ونتمنى كابتن حازم امام منصبه يفرض عليه ان هو يكون محايد. نشوفكم بعد الفاصل وكلام مهم جدا. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين والاهلي خط احمر، مستمرين في اننا نؤكد القضايا اللي احنا يعني بنتبناها في الاهلي خط احمر، مستمرين ان احنا نوضح اننا متسقين جدا مع ذاتنا في الوقت اللي بيتناقض فيه الاخرون حسب الموقف. احنا مع المبدا وليس مع موقفنا دلوقتي. لما طلعنا اتكلمنا عن موقف النادي الاهلي وقت ما تعارض كاس العالم للانديه مع امم افريقيا، النادي الاهلي طلع بيان واضح وصريح ان مصر اولا. طب اتكلم بس يعني اتكلمنا بس وقلنا مصر اولا بس ولا نفذنا على ارض الواقع
لا نفذنا على ارض الواقع. طب مين اللي كان يدفع الضريبه دي لو كان لا قدر الله الفريق الاول في بطوله كاس العالم للانديه، الفريق يعني يعتبر اكثر من مثل افريقيا في هذه البطوله، تعرض لهزيمه ثقيله، هزيمه ثقيله، مين اللي كان هيدفع الضريبه دي؟ بالتاكيد مجلس اداره النادي الاهلي. فانت واخد قرار وواخد كمان ريسك كبير جدا انك تدفع ضريبه ده امام جماهيرك، بس انت قلت مصر اولا قولا وفعلا. لما كنت مسافر تلعب نهائي دوري ابطال افريقيا كان في طياره منتظره 6 لاعبين من النادي الاهلي تطلع على اليابان عشان تلعب بطوله الاولمبياد، وكان عندك دوري لعبت 4 مباريات خسرت فيهم نقاط وفقدت الدوري. ليه؟ لانك فعلا قلت مصر اولا. لما جت الناس تتكلم عن مباراه وديه لمنتخب مصر، 2 لعيبه من نادي الزمالك خرجوا راحوا نادي الزمالك ادوا المباراه، وشفنا الناس اللي كانت بتطالبنا نخلي مصر اولا خلوا الزمالك اولا. طيب جينا للمنتخب الاولمبي وكنا حريصين جدا اننا نشير للمنتخب الاولمبي، والبعض بيتحدث اصل المنتخب الاولمبي مش في الاجنده الدوليه وبالتالي من حق الانديه، هنرد على ده، ولكن هي مش مصر اولا في المنتخب الاولمبي، هو النادي الاهلي لما لعب 4 مباريات في الدوري ما كانش بدون 6 لاعبين عشان المنتخب الاولمبي. تعالوا نسمع الفيديو ده ونشوف المنتمين لنادي الزمالك وهم بيحاربوا على حقوقهم في لاعب من لاعبي المنتخب الاولمبي، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. لو المنتخب عايز لعيب وفي ماتش اهلي وزمالك والمنتخب عنده ماتش، الاولويه للمنتخب. ايوه بس الكلام ده فات خلاص، لان في دلوقتي حصلت واقعه في مباراه الزمالك مع بطل تشاد، ان الجهاز الفني خرج 2 لعيبه من اهم بس ده مباراه دوليه وديه. حلوه قوي. دوليه وديه هنقعد نفسر كل حاجه. لا 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 طبعا طبعا مهم. لا وديه دوليه لا سهله، انما طبعا دوليه رسميه طبعا المنتخب نمره 1 طبعا. طب ما دوليه رسميه بتاعت اسواتين كله بقى من بعد ما احنا بنتكلم فيه دوت، او لو حد تاني اتكلم فيه قبل كده يا كابتن هتلاقي كله بيتكلم على القصه بتاعت حسام عبد الجيد دلوقتي. طبعا على المباراه بعد اصابه الونش. تمام. طب قبل اصابه الونش ما حدش بيتكلم. النهارده الزمالك عنده نقص في الحته ديت. تمام. والطريقة اللي بيلعب بيها المدير الفني مختلفة عن الأندية التانية، لأنه بيلعب بثلاثة. ما بيلعبش بأربعة كابتن اتنين ستوبر، بيلعب بثلاثة ستوبر. فهمتني ازاي؟ النهاردة لما تيجي تتكلم، لو لعب المباراة الأولى والدنيا كويسة والمنتخب عامل شكل كويس وكسبان وبتاع، والمدير الفني طلع لوحده قال لك أنا مش محتاج حسام الماتش التاني. لا خلاص. حلو، أنا بتكلم. التعليقات بقى في السوشيال ميديا ما هو ده اللي بكلمك فيه. اصبحت على موقف نادي الزمالك، طبعا كل الامنيات بالشفاء للكابتن محمود حمدي الونش في الاصابه اللي تعرض ليها، ولكن هي مصر اولا المفترض ما يكونش فيها تحتها لكن، او مصر اولا الا اذا، او مصر اولا الا كانت مصلحتنا احنا الافضل، او مصر اولا الا لو كنا هنلاعب النادي الاهلي. ما هو اللي يعمل مصر اولا يبقى يخلي مصر اولا على الجميع. والغريب جدا رد مهيب عبد الهادي وهو بيقول له طب ما قبل كده تم اختراق القصه دي، واثنين لعيبه من نادي الزمالك واحنا بنواجه تشاد خرجوا لمعسكر نادي الزمالك، ده كان غلط واشرنا هنا ان ده كان غلط، واننا حطينا هنا استثناء صعب جدا يبقى قاعده بعد ذلك. رد عليه الكابتن يعني مدحت عبد الهادي ان القصه كلها مباراه وديه دوليه. لا يا كابتن، حتى المباراه الوديه لما عرضناها هنا كان النادي الاهلي بيلعب وبيخرج من الكونفدراليه بسبب 3 لعيبه كانت موجوده في مباراه وديه في سلطنه عمان. لو انت حاطط مصر اولا فجالك الدور انك تثبت زي ما النادي الاهلي اثبت في كثير جدا من المواقف ان مصر اولا، وغامر بسمعه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه عشان يحط منتخب مصر اولا، وجالك موقف في لاعب صاعد. وما انا اسف جدا قصه اصل بيلعب ب3 سوبر ب4 سوبر، انا لو كنت اعلامي قاعد قدامك كنت اقول طب ليه حطيته محمد عبد السلام في قائمه الانتظار؟ بس ما حدش بيتكلم عن قائمه الانتظار الا اذا كان لاعب في النادي الاهلي زي صلاح محسن. لا احنا وصلنا لمرحله ان هنشوف مصير المنتخب مرتبط بفيريرا بيلعب بطريقه ايه، والاستثناء بيتضرب بيه برضه بيتضرب بالزمالك ان هو اخترق قبل كده. ولكن تخيل الموقف ده مفترض اعلام الزمالك كان يطلع يعقب يقول عليه ايه، ويشوفوا ازاي. نطلع ونسمع الفيديو وانت اللي تقدر تحكم بنفسك مين عنده معيار واحد ومين المعيار حسب الموقف. وكلمة المبدأ صعب جدا صعب جدا يفهمها. نطلع ونشوف. الاهلي هيوافق؟ على اساس الاهلي هيستغني. ما هو نفس المنطق. معرفش بقى. ما انت دلوقتي انت موضوع فيه، ولا وعمر مرموش كمان محتاج كبير ما يجيش يا فندم. ده يرجعنا للنقطه اللي رجعني ان الدوري هيتاجل. الدوري اهم ولا منتخب مصر اهم؟ الدوري اهم ولا منتخب مصر اهم؟ منتخب مصر
منتخب مصر طبعا ما انا موافق اكيد. ايوه بس ده لكن دولي. عند الناس الثانيه الدوري اهم ولا منتخب دولي. مصر اهم؟ دي بطوله افريقيا. انا بتكلم افريقيا او الدوري او نادي. لا 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 السؤال مش كده. في الدوري كمان لا. نادي الزمالك ولا مصر؟ مصر طبعا. نادي الاهلي ولا مصر؟ مصر طبعا. قول مسؤول النادي الاهلي بقى الاولى ايه؟ مصر. بس يديله لو الكابتن شوقي غريب طلب الثلاثه ياخد الثلاثه ياخد اللي هو عايزه. ما يتقاليش افريقيا. اه مش مصر الاولى مصر. اذا ما كانش انت كنادي اهلي شايف ان الاولى مصر يبقى الكابتن شوقي غريب ما يتعبش نفسه ويطلب حد. وبقول لك ايه بقى؟ يبقى يلعب بلاعيبته ما ياخدش حد. ما ياخدش حد. اقول لك حاجه كمان. مصر فوق الجميع ده بلا ادنى شك. مصر اولا صح. لا مصر فوق الجميع واولا فاهم. واولا الاهلي فوق جميع محبيه لكن مصر فوق الجميع طبعا. يعني هو شعار فوق الاهلي وفوق الزمالك وفوق اي حد. ماشي ماشي. ومصلحه مصر اهم من مصلحه الاهلي والزمالك. هي دي بقى المصلحه بتاعت مصر اهم من اي مصلحه. بس هل ده بيحصل؟ ده السؤال. يعني هل ده بيحصل؟ ده بيحصل؟ ما انا بسالك سؤال. اه بيحصل. لا مش بيحصل. التناقض ده وازدواجيه المعايير دي وكل كلام حسب الموقف مش حسب المبدا ده لا يمكن تشوفوه الا في المشهد اللي انتوا سمعتوه. لان اي حد تاني هيتوارى في موقف زي ده لما كان بيزايد على وطنيتك كنادي اهلي وبيزايد على مسؤولينك وبيقول مصر اولا والمنتخب اولا ولا فهمونا هي مش مصر اولا. اتكلم بقى رد لو تقدر. ما هو مصر اولا مصر فوق الجميع ولا لا؟ واستخدام كل الشعارات اللي ممكن تستخدم في الوقت ده كنوع من انواع ابتزاز الاهلي الوطني والمزايده. ولكن الاهلي ما قابلش الامور كده. الاهلي قبلها ان فعلا مصر اولا في كل موقف كان الاهلي بيثبت ده. احنا شفنا يا جماعه ما احنا عايزين نعرف معيار. احنا عايزين نعرف لعيبه بتلعب دور تمهيدي والكل بيتجاهل ده. ان تعارض الدور التمهيدي في افريقيا مع مباريات المنتخب الوديه في الاجنده كان ناتج عن ان انت اجلت ده عشان مباراه وديه رحت لعبتها مع الهلال السعودي. يعني مش ظلم من الاتحاد الافريقي زي ما تعرض ليه الاهلي. كل الناس بتغفل ده. كل الناس مش عايزه تقول دي. وكل الناس بيتعاملوا ان الزمالك اتحط في موقف فطب تعالى نحل له ما هو ملوش ذنب. مش حقيقي. الزمالك هو اللي حط الجميع في الموقف ده. فكانت التضحيه ايه؟ بان اللعيبه تخرج في فتره المدرب عايز يتعرف على اللعيبه فيهم. لا مش مشكله لعيبه الزمالك. طب جه قال لك هنا مباراه رسميه وانت اتحطيت في موقف المنتخب الاولمبي كان كل اللي قاعدين مصر فوق الجميع مصر اولا انت بتمثل مصر انما دي مصر. فين الناس دي دلوقتي؟ فين الناس دي لما كان فريق بيخرج عشان خاطر يلعب ضد فريق قيمته التسويقيه في الدور التمهيدي 150 الف دولار والماتشين الماتشين بيتلعبوا في مصر. الماتشين بيتلعبوا في مصر وكان لا هنا مش مصر اولا هنا مش مصر فوق الجميع هنا عادي نشوف مصلحه المنتخب ايه. نيجي ونشوف النهارده نفس المشهد في منتخب الاولمبي وانت بيتزايد عليك. ولما نيجي نشوف حسام عبد المجيد عادي جدا يطلع وعادي مصلحه الزمالك. يا جماعه حطوا لنا قاعده. وانا قلت قدام فيتوريا مش هنقبل كنادي اهلي ان احنا نكون محل الاستثناءات وبالعكس تبقى مصر فوق الجميع ككوره والمنتخب فوق الجميع الا نادي الزمالك. لا مش الا نادي الزمالك. حط لي قاعده هلتزم بيها في المنتخب الاول وهلتزم فيها بالمنتخب الاولمبي. ما دون ذلك انت اللي بتقول لنا ان هذا لن يقبل به جمهور النادي الاهلي وانت اللي بتقول لنا انك بتدير بمعيارين وان البعض بيبتز طرف واحد فقط هو النادي الاهلي. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في الحلقه ويظل النادي الاهلي خط احمر بمبادئه وبتاريخه وباخلاقياته وبالتزام مسؤوليه بقيمه النادي الاهلي.